على أعزائي الأصدقاء، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح نحييكم في هذه الليلة الرائعة، ليلة شعرية بحتة وليلة شعرية تحتفي بشاعر عملاق، شاعر يعتبر من الأوائل ويعتبر أيضا من رموز الشعر اليمني والأدب اليمني والثقافة اليمنية، الأستاذ القدير عبد الودود سيف، والذي هو يعني شخصية نعتبرها أنا يعني في منصة وفي منصة يعني لا تختلف ربما عن الدكتور عبد العزيز المقالح البرادوني، ولكن هذا الشاعر الحقيقي والرائع ربما لم يأخذ حقه من التكريم، لم يأخذ حقه من الجوائز العربية، لم يأخذ حقه من الحضور الإعلامي. شاعر قدير وشاعر مهم جدا، يعني نرى في شعره دائما الوطن، العشق، المحبة. هذا الشاعر القدير والرائع جدا يعني نحتفي به هذه الليلة، ونتمنى إن شاء الله يكون موجود وأن نسمع صوته. يعني يوجد الآن معنا على الزوم عبد الودود سيف، فإن شاء الله يكون معنا، وإذا كان يستطيع أن يتحدث إلينا فبيكون شيء رائع. أرحب بضيوفي وأصدقائي وأحبائي، أول رحب بالدكتور الأستاذ العزيز الدكتور سعد التميمي، والذي ستكون له هذه الليلة الحكم، بيكون الحاكم بأمر الله إلى ما قبل 20-25 دقيقة بأخذ عليها الحكم. أرحب بأستاذ القدير الدكتور حاتم الصقر من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم يعني بعض المتاعب الصحية إلا أنه كان معنا. أرحب صديقي العزيز الأستاذ حكمة الحاج. دكتور حميد خلص لا تذكرني كل شوي، هذه كورونا ذاكرتها يعني قوية، غادرت ربي يعطيك الصحة، ساعدني على النسيان يعني أرجوك. أرحب بكل الأصدقاء من اليمن، أحمد الأغبري، أيضا معنا الصديق العزيز الدكتور أحمد الفلاحي والدكتور حاتم الصقر، يعني وأيضا الدكتور عبد الحميد الحسامي. يعني إحنا دائما أحيانا للأسف الشديد بعض ندواتنا يعني ما ندري، إحنا ما والله فاتحينها على المغربي بالنسبة لليمن، يعني لا يمكن أن نرد أي شخصية يمنية، لكن للأسف الشديد ربما يعني أهواءنا أو اتجاهنا مع بعض المثقفين اليمنيين للأسف هم يعني قاطعين العلاقة تماما مع حميد عقبي ومع المنتدى، رغم أن المنتدى ربما عمل أكثر من 30-40 ندوة وأمسية واستضافات لكتاب ومبدعين وقاصين وروائيين يمنيين. لا أود أن أطيل إليكم، أود فقط أن أنبه أيضا نحن في هذه الندوات في محبة اليمن، في عشق اليمن، بدأت بعدة ندوات، إن شاء الله الثلاثاء القادم بيكون معنا فنانة مصرية طبيبة ولكنها محبة للغناء الصنعاني، يعني راح تسمعوا غناء صنعاني يعني حلو باللهجة مصرية بروح مصرية. يعني هذه طبيبة يعني تعمل 12 ساعة ولكنها تعطي أيضا يعني تتعلم كل يوم، وتكون أيضا في المنابر عبر الغناء اليمني، فلذلك تستحق هذا التكريم، ورأينا أن نكرمها، وإن شاء الله في الحلقات القادمة إحنا بدنا إن شاء الله في شهر نوفمبر يكون معنا الدكتور أحمد الفلاحي، شاعر يمني أصيل يعني، فإن شاء الله بتواصل معنا هذه الحلقات. دكتور سعد تميم، لك الحكم ولك الأمر اليوم الآن، وأتمنى إن شاء الله أن تدير الندوة كما تحب، وإذا بالنسبة للأصدقاء الأحبة إذا في أي ملاحظات إذا في أي هذا ممكن يتواصلوا مع الدكتور سعد مباشرة عبر الواتساب أو كذا أو عبري، أنا بكون أيضا بعلاقة وبتواصل مباشر مع الدكتور سعد سواء عبر الواتساب أو عبر الواتساب أحسن دكتور، بحيث إذا في بعض الملاحظات يعني أنا نائب الرئيس بكون في المرتبة الثانية. شوفوا حميد عقبي ديمقراطي يتنازل الحكم، يعني لو كان الرؤساء العرب كلهم مثلي كان اليوم احنا يعني في عالم يعني رائع جدا. دكتور سعد تفضل، تحب تقدم كما تحب، وامانتك كل ضيوفي، وان شاء الله لا تنسى احد، كلهم احبه واصدقاء، وانت شخصيه رائعه وجميله، والدكتور عاطف ايضا معنا، الدكتور رائد العامري، تفضل أستاذ العزيز لا أطيل عليك تفضل. شكرا لك أخي أستاذ حميد، أنا أعيد لك الحكم، نقول أصلا كحكومة فعلية، الحكم سبة لا نريد الحكم، فلنجعل السلطة للثقافة. شكرا لك، شكرا للمنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح الذي خصص هذه الجلسة لاسم مهم، لمبدع مهم، علامة فارقة في الشعرية
اليمنية المعاصرة، واحد من أهم شعراء ما بعد الحداثة في ما بعد الرواد عفوا في اليمن، شاعر سبعيني، شاعر ناقد صحفي، أسس للصحافة اليمنية والصحافة الأدبية بشكل خاص اليمن، تولى إدارة كثير من الصحف والمجلات. لا أريد أن أطيل لأن المداخلات كثيرة، اسمح لي أن أرحب بالأصدقاء الذين تفاعلوا وتصدوا ويعني تحمسوا لهذه الجلسة لما يحملوه من تقدير ومشاعر اتجاه هذا الاسم الذي هو اختار الصمت واختار التأمل واختار الزهد بكل شيء، لكن قدم نصوص هي في رقي عالي. تحياتي، أرحب بالعزيز الصديق الناقد المبدع الذي تتبع التجربة الإبداعية بشكل عام في اليمن، والشاعر عبد الودود سيف بشكل خاص، الأستاذ الدكتور حاتم الصقر الذي يعني قريب كان قريب جدا من الإبداع الأدبي اليمن. وأرحب أيضا بالصديق العزيز الشاعر المبدع والناقد الأستاذ حكمة الحاج، والأستاذ الدكتورة الناقدة دورين سعد، وأيضا الأصدقاء الأستاذ الدكتور عبد الحميد الحسامي من اليمن الشقيق، الدكتور عاطف الدرابسة، الدكتور حاتم محمد أيضا من اليمن العزيز، الدكتور أحمد الفلاحي، الدكتورة رائدة، الدكتور حمد الحاج، العزيز أحمد الغربي الذي له حوار مهم وجميل جدا مع الشاعر عبد الودود سيف، الدكتور أحمد الفلاحي، الدكتورة أناهيد، ضياء علي، جميع الأصدقاء الذين التحقوا بنا بهذه الجلسة. وللأسف دخل الأستاذ عبد الودود سيف، لكنه هذه أعتقد الصعوبة التقنيات اللي كلمني عنها اللي حملني أيضا التحيات والسلام والشكر لجميع المشاركين في هذه الجلسة لهذا اليوم. السيدات السادة، أسعدتم مساء وصباحا لمن لديه الصباح. نبدأ جلستنا، كان بدنا نبدأ جلستنا بكلمة من الشاعر عبد الودود سيف، لكن للأسف إذا ما التحق بنا بالتأكيد سنستأذن من المتحدث ونعطي الفرصة لشاعرنا المبدع الشاعر عبد الودود سيف. الشاعر، لا أريد أن أطيل لأن هناك أكثر من ورقة للشاعر، باختصار مثل ما قلت الشاعر عبد الودود سيف ابن مدينة تعز اللي يوصفها الأعزاء في اليمن عاصمة الثقافة في اليمن، ارتحل إلى دمشق إلى موسكو، عاد وفي جعبته الكثير لليمن في فترة في السبعينات، واختار ضفة الشعر والتأمل من هذا الفضاء، الفضاء الشعري، وقدم للقصائد مميزة ومختلفة. لا أريد أن أطيل، ستكون منهاج هذه الجلسة أوراق نقدية يقدمها الأصدقاء، وبعد ذلك هناك مداخلات لأكيد للحضور سواء كان حول تجربة الشاعر أو حول ما يقدم من أوراق نقدية. سنبدأ الجلسة بالورقة النقدية التي والقراءة التي سيقدمها الأستاذ الدكتور الصديق الدكتور حاتم الصقر. تفضل الدكتور. شكرا دكتور سعد. السلام عليكم صديقاتي العزيزات الأصدقاء الأعزاء. نشكر كثيرا المنتدى العربي الأوروبي لهذه الالتفاتة. شعراء اليمن كاليمن ينالهم كثير من الحيف والتناسي والتهميش.
ليس لأني عشت أكثر من 16 عاما في الشمال وثلاث سنوات في الجنوب عن قرب، ولكن لأن الجزيرة العربية ومن طرح حداثتها اليمن تعاني كما يعاني المثقف العربي في كل مكان من هذا الاختراب المقصود والتشطير والتجزئة. لكن عبد الودود السيف حقيقة اجتاز هذه المحنة الجغرافية، وقد قرأناه ونحن في العراق قبل أن نغادر إلى اليمن. أذكر جيدا أن صديقا لي هو الشاعر فاروق سلوم كان يعمل في إدارة ثقافة الأطفال في العراق عام 83، ذهب إلى موسكو في دورة وعاد متفاجئا باسم شعري لافت، وأنا أثق بذوقه كون شاعرا، فقرأت لعبد الودود أشياء جلبها معه وحقيقة لفت نظري من ذلك الوقت. فرصة لقائي به في صنعاء عززت ذلك. لم يكن اللقاء مباشرا إلا بفترات قليلة، لكن النشر والمتابعة من الجميل أن عبد الودود التفت إلى قديمه، وقرأت في موقع خيوط الذي يديره صديقنا الشاعر محمد عبد الوهاب الشيباني أن له مجموعة شعرية جديدة هي قديمة في الحقيقة من الثمانينيات وما بعدها، ستصدر قريبا بعنوان نورس، وقد أهداها بإهداء جميل وجندري إلى زوجته. من هذه المجموعة سأبدأ مداخلتي. نحن جرحاني في محارة واحدة، أنت تقشر أصدافك بدون اكتراث، وأنا أقشر لحمة أحشائي متريثا. التريث والعجلة دائما موجودة في شعر عبد الودود. وحين كتبت كتابي عن قصيدة النثر في اليمن جعلت المفتتح العتبة الثانية في الحقيقة من عمله المهم زفاف الحجارة للبحر. وليكن، إنني متعب وأنا لا ريث ولا عجل، أدخل لأخرج وأجج أباطيلي لأخمد شهوتي. وليكن، إنني كامل وقابل للطلق أو للانكسار. سأتوقف، هذا النص مهم مطول وجدير بالدراسة حقيقة، ولكن ثيمة الانشطار هذه الموجودة عند عبد الودود. أولا في التجيل الشعري لدارسي القصيدة في اليمن يأتي عبد الودود في المرحلة الثانية من ريادة الكتابة الحديثة بعد جيل طبعا عبد العزيز المقالح والآخرين. يصطف هو وشوقي شفيق ومحمد حسين هيثم وزملاء آخرين ذكرتهم في الكتاب ليخطوا خطوة أبعد من الجيل الأول، وكان عبد الودود حقيقة على رأسهم، ليس لأنه أكبرهم سنا، هو مواليد 46، لكن لأنه محيط بجماليات قصيدة النثر التي كتبها، وهذا أيضا نوع من الانشطار، لأنه يكتب النوعين، يكتب القصيدة التفعيلية وبها هيجان لغوي قوي، اندفاع نغمي يجرف كل الدلالات وعليك أن تتتبعه، بها عصف لغوي أنا بسميه، وتداعيات إيقاعية عالية. لكن في ذكرني بشخص يعني طلع في قصيدة نثر يهدأ قليلا، لكن في داخل البنية يعني إذا قشرنا قصيدة عبد الودود سنجد احتداما قويا داخلها. دوما هناك انشقاق وانشطار. قصيدة النثر عنده انثيالات متواصلة وبوح وحوار مع الذات والآخر، هذا الذي يقشر أصدافه خارجية بدون اكتراث، بينما هو يقشر لحمة أحشائه. الحقيقة الاحتكاك بشعر عبد الودود السيف يتطلب دراسة مطولة، لأن تجربته لها أبعاد ودلالات يجب التوقف عندها، وقد فعلنا ذلك في مجلة نصوص خارج اللغة التي يديرها صديقنا الشاعر الدكتور أحمد الفلاحي وموجود معنا الآن، وقدمنا بعض الدراسات من زملاء وأصدقاء له.
ركزت في دراسة تلك على أسلوبه المتوازن، فهو لا ينحاز تماماً مع مقترحات الحداثة المتجاوزة ولا يتمترس خلف التقليد. واستشهدت بقوله ينمحي في حوار أعتقد مع الزميل أحمد الأغبري اللي أقدم له التحية، موجود هنا الآن معنا، حوار مهم حقيقة. يقول ينمحي معنى التقليد باعتباره مرادفا للأصالة، ويصبح أي التقليد رديفا للاستلاب مع تعارضهما في الحالتين مع أي نزوع لتأكيد الخصوصية والإبداع. فهو يضع بذلك بكل حساسية التقليد والأصالة المزعومتين بمقابل الخصوصية والإبداع، ويختار الأخيرتين ليكون شبه إعلان عن برنامجه الأسلوبي واستراتيجيته الشعرية. لذا لم يكن صوتا تقليديا في الحركة الشعرية اليمنية، رغم اهتمامي بالموسيقى الوزنية وله أطروحة كبيرة عن العروض والبحور الشعرية. أنا في وقتها ما زعت لاعتبرت هذا حرث في بحر مليء بالسفن، يعني أين ستجد نفسك؟ البحور درست وإيقاعها خلاص يعني صار معروفا، والقالب العروضي صار مبتذلا حقيقة لأنه تصب فيه بجاهزية. بينما قصيدة النثر تتحدى إيقاعية الشخص الموروثة من البحور وتستنفر فيه إيقاعية ذاته. ولذلك قلت غامرت وقلت في إحدى دراسات ثمر المحرمة كتاب عن قصيدة النثر أن لكل شاعر قصيدة نثره. هذا تميز قصيدة النثر، لكنه تحد في الوقت نفسه لشعرائها. كانت له نظرات في العروض الخليلي وإمكانية تطويره، وتم تمثيلها في قصائد الشاعر اللاحقة. يعني مر بفترة قصيدة النثر ورجع إلى الوزنية الصارمة والمترادفة التفعيلات، وأنا أسميه اكتظاظ، يعني المعاني تترادف. ولكن المفتاح الذي عثرت عليه ولغيري أن يفتح كما يشاء القراءات مفتوحة ومتعددة هو الانشطار. هناك دائما ضدية وهناك اثنان يتحدثان في نص عبد الودود سيف، ليس انشطار شخصيته هو، وإنما هذه رؤيته للعالم، العالم منشطر وهو يبحث عنه. هذه القصيدة اللي قرأت منها مكتوبة في موسكو أو الشام، لم أعد أذكر حقيقة، بس هي الفترة 83 بعدها هو كان في هاتين الدولتين حيث درس وتدرب. بعد هذا سيميل عبد الودود السيف إلى صنع قصيدة طويلة عكس ما كان يكتب في قصيدة النثر من شذرات، وبعض مجايديه أيضا يشتركون في هذه الخصيصة، يعني يبدأون وزنيين ويبدأون يجون قصيدة النثر ثم يجدون أصواتهم أحيانا في العودة إلى الوزنية. لغته الشعرية تعول على التلاقي بين بنية السطر في القصيدة والدلالات التي تتعدى المبنى الشعري، لذلك كانت لغته تمتثل للمجازات والصور والإيقاعات المعهودة ولكن بتحديد واضح. من الضمائر يهيمن ضمير المتكلم الشاعر، وهذه مهمة صعبة، يعني مثل سارد السيرة الذاتية الأوتوبايوغرافي، على الشاعر أن يحول الرؤية إلى ذاته، وهذا من أصعب المتحدثين في القصيدة والمتكلمين فيها. وهو يرفض رفضا واضحا أي كثافة رمزية أو مبالغة أو سرد مطول، لكن الحمولة السياسية يمكن تشخيصها بالتأويل والحفر في القراءة. الشكوى والتمرد والتخطي والنهي عن الواقع تخفي داخل البنية العميقة للنص تعارضا مع الأوضاع السياسية السائدة أو تلخص معضلات البلاد ومشكلاتها. يمكن التمثيل لذلك بقصيدته الميلاد، تخطيط على جسد المهد. استهلال هذا يهجم على القالب الموسيقية فيها عذوبة وإنسانية. غيم بكتفي أم دخان، هذا ابتداء رسو عصاريتي على شط، وأول ما أهش بنرجس أو أستظل بزعفران، هذه خطايا تعود بي نحوي ثم تجلسني إلي، أرى الدنان كأنها ملأة بخمر ليس تعرفها الدنان. لاحظوا دائما تجلسني إلي، خطايا تعود بي، دائما
الفاعل الدلالي هو، والحدث يقع، الفعل يقع ليس بعيدا عن ذاته. وهذا سنجده أيضا في قصيدته المميزة زفاف زفاف الحجارة للبحر، وهذه بها روح جندرية حقيقة. الحجارة مؤنث والبحر مذكر، وهنا يريد أن يتفحص العلاقة الإنسانية والبشرية ويطورها أيضا إلى علاقته بالوطن. يعني تخفي قصيدة عبد الودود حقيقة عدة كمائن للقارئ عليه أن يكتشفها. في قصيدة أدونيس المهد يستخدم هذا المصطلح باعتبار اليمن أس الحضارة العربية، ومنها جاءت موجات الهجرة إلى الأطراف والأنحاء العربية البعيدة كما حصل في انهيار سد مأرب وما بعدها. هو أيضا يستخدم المهد، وطبعا كأي شاعر لابد من تصادي أصوات. هناك آباء شعريون لعبد الودود، أنا شخصت فيها الفاعل النحوي اللي يتحول إلى دلالي، كما عند درويش: أعود إلي، أسير إلي، أمشي إلي، آتي إلي، والتكرار أسمي أسمي. كذلك من أدونيس في فترة من الفترات: ما هي كل حكمة. هو أيضا يبدأ قصيدة زفاف بشيء مثل هذا، متوجا بصولجان الرغبة. طبعا قد ينزعج البعض أنه وجود الحال في بداية الجملة الشعرية مسألة مطروقة، لكن كانت هذا هو اسمي لأدونيس قد هيمنت على الشعرية العربية في السبعينيات، وجدنا أصدائها في سالم المهدي آسف وفوزي كريم وشعراء عراقيين كثر وعرب، لكن سرعان ما يقتطع عبد الودود لنفسه خطا مميزا سواء في الشعرية اليمنية أو الشعرية العربية. هذا الجيل الذي ينتمي إليه حقيقة تبلور ونضج بتأثير استقرار قصيدة النثر العربية وعمله المطول: أسماء للموجي وألقاب للزبد. لاحظوا الثنائية أيضا، الموج العارم هذا له أسماء، بينما الألقاب التافهة، وهذا في مجتمع قبلي مثل اليمن اللقب له يعني وقع، يعني الطلبة حتى في المرحلة الابتدائية والصغار ينادون بعضهم يا فلان باللقب، لأنه يعني القبيلة المتوارث. يعني طبعا الحياة العصرية غيرت من هذا كثيرا، لكن كدلالة رمزية تشتغل عند الشاعر الأسماء، الاسم يعني هذا خليق الولادة، يعني دليل أول إشارة يستلمها الإنسان، بينما الزبد هو لقب واللقب هو الزبد. هذا الديوان اللي حقيقة حتى يعني عتبته العنوانية تستحق وقفة طويلة من المهتمين بالسيميولوجيا العنوان وما إلى ذلك. فهو يسند الأسماء للبحر، أما الألقاب فقد رماها زبدا يطفو وينحسر وينسحب للفراغ. هذه الثنائية سوف تشق دلاليا أو ينشق بها إلى نصفين أو اثنين يتكلمان في النص ويعيشان تفاصيله. طبعا مفرد الزفاف هو زفاف زائف وغير متكافئ، ودليل خذلان، لأن الحجارة هي التي تزف للبحر، فهي فاعل دلالي في جملة أولى، لكن البحر هو الفاعل الدلالي المتزون في جملة مغيبة تشي بها علاقة الغياب، وهذه الحضور والغياب طبعا من أبرز مزايا القصيدة الحديثة. حتى الحرة ما يعرف بالحرة، لأنه لم يعد الشاعر مثل ما موجود بالتفعيلة الشطرية الشطرين يسمي ويفصل، لا، عليه أن يمر برقا وأن يترك الباقي لتأويل وتحليل وفهم وتفسير القارئ. أيضا الأنثى ستكون أشد أثرا وأكثر حضورا عند عبد الودود، دائما هي لا تقصد بذاتها، دائما لها دلالة موسعة، وهذا شيء من أثر التحديث اللي يعيشه عبد الودود مبكرا. أيضا لاحظوا هيجانات العاربة: أدخل بلسما وأخرج طلسما، وأنا الذي اتسع فامتنع، المدى تفاحة وأنا سكين. دائما يتوسط الشاعر بالضمير بين أنا وبين
الذات المتكلمة في القصيدة، بين أسمائه وألقابه، بين موجه وزبده، يمزج السرد بالوصف، يمزج الاسترجاع بالحوار الداخلي، مما يؤهله حقيقة ليغدو. نصه هذا من أحد النصوص المميزة في قصيدة نثر العربية، إفادة من السرد، استخدام ضمير السارد الأول، توجيه الخطاب نحو قارئ ضمني، استبدال إيقاع الوزني بإيقاع قصيدة النثر المتغير والمناسب لكل حالة، إطلاق المخيلة بلا حدود، وتنضيد الصور من خلالها بمؤازرة الخيال. القصيدة تبدأ باندفاع متوجاً بصولجان الرغبة في استئناس جراد الوحش الضالي بين أقدامي وخطاي، أدعو إلي منقسماً إلى سطح وقاع، في سطحي ماء يدوي وسفائن تغني، وفي قاعي أوتار تهذي ومآذن تصلي. لاحظوا هذا الانشقاق العظيم، أي شاعر لا ينشق على ذاته، يعني يظل في سايد في 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 وقفة واحدة، وقفة واحدة لا يضيف شيئا حقيقة، سيكرر ما قال غير. لكن هذه قصيدة متحركة، اللغة متحركة، الضمائر، الإسناد القوي بالجملة الشعرية. ثانيا، الجملة الشعرية عند عبد الودود شأن كثير من مبدعي قصيدة النثر المجيدين فيها، لا تنتهي سطرية، دائما عليك أن تلاحق الدلالة في جملة شعرية طويلة. أحيانا الجملة الشعرية تأخذ مقطعا، هو يعتني بالمناسبة بالهيئة الخطية للمكتوب، يعني دائما يخلي عناوين جانبية ويخلي نقاط تفصل مقطعا عن آخر. أنا هذه تلفتني لأن جسد المكتوب، يعني عفوا جسد الكتابة، يعطي أيضا هيئة للمكتوب عليها. فهذه التقنيات انطلقت مع قصيدة النثر أكثر، لأن بالتفعيل يمكن أنت محتاج إلى أن تكمل تفعيله وترجع، لكن هنا الحرية تعطي للشاعر مهمة خطية أكثر حرية. التوظيف البلاغي طبعا بالسرد هو السارد الأول وبضمير المتكلم، والقارئ هو مجموعة متلقين مفترضين. بالتوظيف البلاغي هناك تقابلات لافتة لها وقع أورنين يخدمها المجاز، اتسعت الشبهة بين الغمامة والحمامة. لاحظوا يستفيد من الجناس، لكن بما لا يدخله بالتقليد. أحيانا الجناسات تصير متعبة للأذن وللقراءة وتدل على خطاب بلاغي، هاي الباروكات البلاغية اللي يقولون أنها البلاغة ذاتها نضجت حتى احترقت، متكلفة زيادة. اتسعت الشبهة، لاحظوا أيضا مصطلحات، كنا نتحدث أنا والأخ دكتور سعد قبل الجلسة بقليل، انتبهنا مسألة التصوف، أنا لا أسميها صوفية حتى اللي عند البياتي، وفضل استعمال كلمة تصوف بها افتعال، يعني تلبس بالحالة الصوفية. الصوفية لها منهج وقاموس وتقاليد وإحالات ومرجعيات، هنا تصوف يعني نزوع للتمسك بقاموس وحالات وبلاغات الصوفية. اتسعت الشبهة بين الغمامة والحمامة، إما زبدا أقيم به سرجا لموجة، وإما بحرا أصطحبه على فمي كياقوتة. قراءة عبد الودود السيف مثل أي قصيدة نثر جيدة وعظيمة تتطلب وقفة عند كل مفرد، يعني هنا لا أستطيع أن نتجاوز الزبد الذي يقيم فيه الشاعر في داخله، يقيم سرجا استعارة من الحصان لموجة يروح الزبد، وإما بحرا أصطحبه على فمي، لاحظوا الخيال، كياقوتة. تصبح القصيدة أحيانا أشبه بقصيدة مدورة عند عبد الودود بفعل هذا الامتداد الجملي الذي يجيده. عبد الودود ليس بعيدا عن الموضوعات، عنده موضوعات هي واضحة، عند الغربة، حال اليمن بين الأمس واليوم. أنا لما أقرأ له عما آلت إليه مصائر البلد والشعب الجميلين والحبيبين، ولكن أظن أن لها في نفسه انكسارات سبق وتحدث عنها في قصيدته التي أحب، وهي أسماء للزبد للموج عفوا وألقاب للزبد.
تهبط الحمائم من ريشها والنساء يصعدن إلى صنوجهن ثم يرشن من ريش الحمام قيثارا ومن سيقان النرجس أوتارا وينصبن على أعناق الأيائل هواجهن ويدخلن هواجهن مدثرات بإزميل الغناء هو الغيم سلمك الزجاج إلى خطوت وأول ما تقيم بسقفه زينة وتنصب هودجا وهو رجوع أصابعك إليك من أقصى إشاراتها وآخر ما تمد به إلى غصن وتقرأ في كتاب هو انتصاب خندقك الأخير بقبض الموج والزبد المكسر تحت جنح خاصرة الزبد المدى تفاحة وأنا سكين وحيث هويت ثقبت على جلدها بابا وأطلقت العنان النسائي أن يسدرن في خواتم شهوتي ويدخلن يتفيأن في فضاء أشجاري وأغصان هواي وأنا متعب لا ريث ولا عجل. أختم بهذا وأتمنى أن يظل لعبد الودود موجه وبحره وأن ينجلي الزبد وأن تظل تفاحة الحياة الجميلة ماثلة أمامه في قصيدته. شكرا لإصغائكم وتحيات الصديق العزيز عبد الودود سيف والشعرية اليمنية والعربية. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الوقفة الرائعة التي يعني تلمست إبداع الشاعر عبد الودود سيف بدءا من الرؤى مرورا إلى التحولات على مستوى بناء القصيدة انتهاءا بالتفاصيل والجزئيات وهو الشاعر الذي يحتاج دائما إلى متلقي يقرأ نصوصه بعمق حتى يستطيع أن يفك شفراته عندما يقول ليت القوافل في خطايا محاجر والأرض إزميل وذاك الحزن في عيني رخام. لا أريد أن أطيل أترك المجال للأستاذ حكمة لأن الأوراق كثيرة يعني أنا كان بودي أن أزاحمكم عندي شيء عن الشاعر لكن لا أزاحمكم على هذه الأوراق أترك المجال الآن إلى العزيز الأستاذ حكمة الحاج ليقدم قراءته في تجربة الشاعر عبد الودود. تفضل أستاذ حكمة. شكرا دكتور سعد. يقال انه لا يفتى علي في المسجد فاستاذنا دكتور حاتم موجود فنحن ليس لنا ليس لنا الا نتعلم ونستمع. اشكرك. ولكن مداخله دكتور حاتم تفتح الشهيه الحقيقه وقد فتحت امال كثيره أمام أي شخص يريد أن يتحدث عن شعر عبد الودود سيف. لن أكرر ما قاله أستاذي الكبير ولكن أريد أن أعرج على موضوع لنقل أنه شكلي أو شكلاني تعرض له الدكتور حاتم في كلمته. أنا ما عندي من شغل أستاذ عبد الودود هو المجموعة التي أمدني بها دكتور سعد فلهذا لا أستطيع أن أحكم حكماً حقيقياً على تسلسل الزمني والتخلص من حالة شعرية للأخرى انتقال كما قال الدكتور حاتم من الوزن إلى النثر. أمامي هذه المجموعة فقط التي أنا يعني أشاهد فيها أولاً قسمين كبيرين قسم قصائد مطولة ثم قسم قصائد ومضية قصيرة. الحقيقة لا يوجد أي علاقة بين القسمين يعني عندما تذهب إلى القسم الأخير تجد قصائد مكتوبة بطرق النص الوجيز الحقيقة حتى في تكوينها وفي جملها لا علاقة لها بالقسم الأول مطلقا. إذا بدأنا بالقصيدة الأولى في القسم الأول إذا يسمح لي أستاذ حاتم فأعتقد أنها قصيدة موزونة ومقفات وعندما نمشي بالقصائد الخمس المطولة
سنكتشف هذه الظاهرة. أولا الطول، سؤال لماذا هذه القصائد الطويلة؟ للأسف أنا لا أعرف متى كتبت، هل فعلا كتبت مثلا إبان تطويل القصائد في مراحل السبعينات والثمانينات، أم أنه كتبها مبكرا لهذا؟ ذكر الدكتور حاتم قضية المهد واليمن وقصيدة أدونيس، هناك قصيدة للأستاذ سيف يقول على جسد المهد العنوان، هل يقصد اليمن أم يقصد نوع من التناص مع قصيدة أدونيس؟ أيضا أنا ليس لدي التأرخة لكي أستطيع أن أحكم، ولكن لنمضي في قضية الشكل، القصائد المطولة هذه عدا القصيدة الأولى هي فيها طبعا القابلية النثرية، أو لنقل هنا قصائد نثر. الملمح الرئيسي هو التكثيف والتطويل والحديث الكثير والسرد. طبعا ذكر أستاذنا الدكتور حاتم تقنيات معينة في الكتابة، ولكن أنا أتصور أنه التقنية الرئيسية التي يعني يستخدمها الشاعر هي تشبه هذا الشيء. إذا اسمحوا لي أقرأ: تتكسر أحداق الغيم، أغض الطرف عن كعب وكلب. أوكي، يعني هنا كعب وكلب طبعا واضح أنه عودة إلى الموروث العربي والشعر الجاهلي، وطبعا الحياة العربية قبل الإسلام. أيضا التطويل هذا النظام الفقري، يعني إذا صح تعبير، أو نظام الكتلة، يعني الفقرة لا تنتهي لا بالنفس ولا طبعا لا يوجد تفعيلات، ولا تنتهي حتى بالدلالة أو بالمعنى، وإنما هناك نقطة خلف كل فقرة مختلفة الطول، هناك 5 أسطر 7 3 2. هذا يصنع الإيقاع الداخلي، نعم صحيح، ولكن أيضا يشظي النص ويربك القراءة، إذا صحت القراءة يربك. القصيدة الطويلة كلها تحتكم إلى ضمير متكلم صحيح، مع أنه هناك قصيدة أو اثنين يعني تبدأان بضمير الغائب أو المخاطب، كما في دم المومياء مثلا، مستودعا طلحة كبواته وما أترب على هدبه من سواري قلاع الجسد إلى آخره، ينوع أكيد. هذا الملمح الطول أنا لست مختصا في إحالته إلى تأرخة القصيدة العربية، وهل هناك قبل الأستاذ عبد الودود من طول في القصائد أم أنها كانت درجة أو موضة أو كذا، ولكن هذا الطول عانوا، وطبعا ناقدنا الكبير يعرف أستاذ حاتم، الشعراء عانوا من الطول، لأنه الطول مطب كبير لإسقاط الشعرية، لا يمكنك أن تحافظ على شاعريتك إن صح التعبير بهذا الطول المبالغ فيه، الذي يقرب أن يكون يعني كالملحمة أو كالسرد. لماذا يطول الشاعر في نصه، ولماذا يجعله كتل متراصة بهذا الشكل؟ هل هو يلجأ لهذا لأنه لديه ضيق في التعبير لكي يفسح المجال للغة، أم أنه يلجأ لهذا التطويل لأنه لديه طبقات كثيرة من الخطاب من الحوار، كان يكون طبقة في التراث، طبقة في السياسة، في التصوف، في طبقات كثيرة، فيحتاج إلى الخطاب اللغوي، يعني الجملة يجب أن تكون كثير طويلة، وهذا معناه أنه سيستمر النص في طوله ربما إلى 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 أبعد من هذا المدى الذي موجود الآن أمامي مثلا. الطول أيضا هو ملمح تاريخي نوعا ما، يعني لأن عندما تكون الأحداث الكبيرة المحيطة بالشاعر في حياتي الاجتماعية فيها نوع من اللي نقول الغموض أو من الركود في الحياة اليومية التي أعيشها، بعض النقاد يميلون إلى أن يعملوا مقابلة بين هذا وبين النصوص، فتصبح النصوص طويلة نوعا ما، لأنها تريد أن تهرب من مواجهة الواقع الذي يمكن أن تواجهه بجملة قصيرة جدا، كأن تقول هذا سيء أو هذا غير جيد، يعني نوع من الهروب الأيديولوجي إذا صح تعبير من مراقبة الواقع، فيلجأ الشاعر إلى أن يضاعف من الكميات الكبيرة من الجمل والكتل الشعرية.
ملمح الطول أيضا يقودني إلى أيضا مفهوم التناص، أو لنقل كما ذكر أيضا الدكتور وهو الآباء الشرعيين وغير الشرعيين. نعم، كل قصيدة وكل نص أدبي يجب أن يكون له آباء، إما يكون نص لقيط لا يعرف من هو الأب، وإلا يكون الأب معروف، فأيضا ستكون هناك إشارة إلى هذا الأب. الآباء الشعريين لكل شعراء إذا صحت التسمية الحداثة، أو شعراء ما بعد الرواد، الآباء ممكن تأشيرهم سواء كانوا عربا أم أجانب. ولكن يبقى هذا السؤال أيضا عندما نقرأ تجارب لشاعر كما عبد الودود سيف، يبقى هذا، من هم هؤلاء الآباء؟ يعني من هم؟ هل هو تي اس إليوت؟ هل هو أدونيس؟ هل هو توفيق صايغ؟ الطول أيضا ملمح مهم، يعني كلنا أو كل شاعر يتأثر بالأرض الخراب أو الأرض اليابان، أربعة مقاطع سيمفونية طويلة. وكما أسلف الدكتور حاتم، يعني أدونيس وتجاربه في القصائد المطولة أيضا هيمنة على عقد أو اثنين من الشعراء زمنيا لكي ينتجوا قصائد يبرزون فيها مهاراتهم اللغوية ومهاراتهم لنقل التركيبية. ثم انهار هذا الشيء مع التسعينات، ثم مع دخولنا إلى القرن الجديد لم تبقى هناك تجارب لقصائد طويلة. لا يجرؤ الشاعر الآن أن يكتب قصيدة مطولة، والنقاد الحاضرين الأجلاء أقدر مني على أن يراقبوا هذا، ولكن بمراقبتي البسيطة أنا لا أرى شاعراً يستطيع أن يطول الآن، هناك مخاطرة في هذا. فعندما نذهب إلى القسم الثاني من الكتاب الذي بين يدي، الذي هو في يعني ربما ليس كتاباً هو مجموعة قصائد، فنجد هناك قصائد من الشعر الوجيز، لا أدري كانت ومضة أم هايكوات أو كذا، قصيرة جدا ضربات. والشيء الغريب أنه الشغل اللغوي اللي فيها، ويعني لنقل البعد التأويلي أو الغوص فيما بعد الجملة والغوص فيما ما نقول بالميتا لانجوج، قصائد بسيطة جدا وتكاد أن تكون يعني يومية إذا صح تعبير، مفارقات لغوية، استعارات سريعة. أنا استغربت لأنه لم أجد أي وشيجة بين هذه المجموعة، القسم هذا الذي يشكل النصف الثاني والقسم الأول. طبعا لا أدري، لا أستطيع أن أضع تفسيرا أو حتى تأويلا أدبيا، لأنه أنا أؤمن بهذه الطريقة في الرقابة النقدية اللي هي وضع النص رغم وحدانيته وضعه في سياق تاريخي. هذا على الأقل ما تعلمناه من نظريات التلقي الحديثة، أنه لا بد من التأرخة، لا بد من وضعه في السياق التاريخي. لا يمكن كما الطريقة البنيوية أن أدرس النص بمعزل عن النصوص الأخرى، لأن في النظريات التلقي لا يوجد بنية، لا يوجد بناء، البنية تتكون عند القراءة. فلهذا بدون وجود مؤشرات خارجية لكي نعرف هل هذه القصائد كتبت قبل أم بعد أم خلال أم مع أم لكي نحصل على الإجابة. لا أريد أن أطيل، ختاما فقط أقول هذه، أختصر هذه الملاحظة، أن الشاعر الذي يستطيع أن يلعب في الشكل هو شاعر حديث. نعم، يعني الفرق بينه وبين شاعر آخر لا يفهم أو لا يفقه معنى الحداثة هو أنه لا يلعب، يطرح معاني. هناك لعب كثير في القسم الأول من هذا المجموعة التي عندي، عدا القصيدة الأولى التي أرى في جزئي الأول أنها موزونة مقفات، الباقي قصائد نثرية مغيلة في الإتقان، مغيلة في الإغارة على التاريخ، على الموروث اليومي، على الأيديولوجيا، على السياسة. فلهذا أنا أحيي هذه التجربة الحقيقة، وأشكر المنتدى والقائمين عليه، أصدقائي حميد، دكتور سعد، على أنه أنا شخصيا ربما هذا تقصير فادح أني لم ألتقي بهذه التجربة ولم أقرأ من قبل للأستاذ الشاعر عبد الودود السيف، وهي تجربة ممتعة. والاشتغال هذا في هذا النوع من قصيدة النثر والحفر فيها يذكرني كثيرا بشعرنا العراقي ومغامرات شعرائنا الذين طولوا لأكثر من عقدين وكتبوا ملاحم مطولة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لك أستاذ حكمة. فقط التنويه، هذه هي عبارة عن مختارات ضمن تجربة الشاعر بشكل كامل في من كل دواوينه. شكرا لك على هذه. دكتور سعد لو سمحت اسمح لي أرحب أيضا بالأستاذة أفراح، الدكتورة أفراح غليون من الحديدة. مرحبا دكتورة، شلونك؟ والتي يعني حبت أن تحضر هذه الندوة ودعاها الدكتور الأستاذ العزيز عبد الودود سيف. مرحبا أستاذة أفراح، هي ليست يعني أديبة ولكنها هي زوجة الشاعر الكبير الأستاذ الشاعر منصور راجح، ومن لا يعرفه نرحب بك أستاذ. مرحبا أفراح. ما بعرف لو تسمعوني، في عندي شوية مشكلة. نسمعك زين، حبيت أنا أقطع بس نرحب بك. فرصة سعيدة وتشرف في علق السماع مثل هذا المنتدى الرائع، فعلا مقدرة وشاكرة لكم. إن شاء الله بحكي بعدين، خليني أتابعكم الأول. ميرسي بوكو، شكرا. يعود الحكم للأستاذ العزيز الدكتور سعد التميمي، تفضل. شكرا لك أستاذ حميد، طبعا أكمل ترحيبي ب الأستاذة أفراح وأيضا الأعزاء الذين التحقوا بنا، دكتور عاطف، دكتور أستاذ باسم فرات، أيضا الأستاذ دكتورة دريا فرحات. نعم نعم نعم، مستمر دكتورة دريا فرحات، وأيضا الأستاذ صفوان الشويطر أيضا اللي عنده مداخلة إن شاء الله، وأيضا الدكتور أحمد حسون حمادي، وجميع الأصدقاء الذين التحقوا بنا أهلا وسهلا بهم. الآن يعني بالتأكيد تجربة مثل تجربة الشاعر عبد الودود سيف تحتاج مثل ما تفضل حتى الدكتور حاتم، مع الأسف مو فقط الشاعر عبد الودود سيف، كثير من التجارب الشعرية في اليمن تحتاج الكثير من الدراسات وتسليط الضوء عليها، وخاصة في العقد الأخير من القرن الماضي وفي العقدين من هذا القرن، هناك كثير من الأسماء حتى الأسماء الشابة التي ظهرت على الساحة الشعرية اليمنية. اسمحوا لي أن، ولذلك هذا مو حكم دكتاتور، يعني أنا أستأذن من الحضور أن يسمحوا لي أن أقدم الناقدة والعزيزة الدكتورة دورين لتقديم ورقتها، لأنه لبنان ما مضمون الكهرباء والنت مع الأسف، يعني هذه يعني من كوارث الدهر. تفضلي دكتورة دورين. أولاً مساء الخير للجميع، وأنا سعيدة للغاية بهذه الأمسية، وربما لم يبقى لي ما أقوله بعدما تفضل به النقاد الشهابذة قبلي، ولكنني سأتناول زاوية لفتتني في هذه المجموعة التي قرأتها ووسمت قراءتي بعنوان قراءة في تجليات الأنا في مجموعة عبد الودود سيف. في الواقع يعني لا يسع الدارس إلا أن يقف حائراً أمام هذه النصوص الشعرية، فيشعر بأن الكتابة تتفلت منه تارة وتمنحه أنصاف معانيها تارة أخرى، ولكنه يحيلنا في الواقع في هذه النصوص إلى جوهر الحياة، إلى جوهر الكينونة البشرية، وكأننا نحيا مجاهدين، يعني الإنسان ينطلق من أنا ويعود إليها. يقول في قصيدته الميلاد تخطيط على جسد المهد، هذه خطايا تعود بي نحوي وتجلسني إلي، وأنا أعود إلي مبتكرا كأبهى ما يكون اليتم، وأنا أسير إلي محتشدا، آتي وأجعل من صدايا شذا وأجعل من هوايا هوايا. لاحظوا، هو صوت المتكلم في القصيدة، حيث تصبح هذه الأنا البؤرة المركزية التي تشع في النص، يعني كل شيء
ينطلق من هذه الأنا ويعود إليها، ما يجعلها تتصف بالدينامية والحيوية وتتخذ في هذه القصائد أبعاداً مختلفة، يعني تتخذ أبعاداً نفسية وفلسفية وفكرية واجتماعية. فالأنا في نصوص الشاعر تتماهى مع كل الموجودات في وحدة إنسانية ووعي كوني شامل، فهو ليس بالشاعر الرومانسي الذي يلوذ بأحضان الطبيعة، هو يلجأ إلى هذه الطبيعة طلباً لملامسة الوجود في عناصره البدائية، إذ يقول: لمع البرق بعض شواردي، والغيم سنبلة على أبطي، وأنا أدندن بالنسائم واللواقح والأريج، هذا ابتداء المهرجان. فالشاعر لا يقف من الطبيعة، من المحيط، موقف العاشق للارتماء بين أحضانها، بل يقف وقفة الشاعر في تحسسه لباطن القصيدة في بدن الطبيعة. وتجدر الإشارة بأنه يقيم حواراً نشطاً مع كل ما يحيط به، ما يتيح له تلقي دروس في الاندفاعة والصعود والوصول في حراك خطواته بين العناصر ومع الغير. وأنا لفتني عنده ظاهرة المشي، فالمشي عنده مسار انعتاق ومسار لقاء ومسار انفتاح، ما ينتزعه من ضغط ما يحيط به سواء في الوجود أم في القصيدة. فالمشي في الواقع في القصيدة هو تفاعل الجسد الشعري مع الذات ومع العقل والحواس. يقول: هذا رجوعي من سوايا إلي في عرش وقافية، وأنا أسير إلي محتشداً وأدخل في هوايا، آتي وأجعل من صدايا شذاً وأجعل من هوايا هوايا، ثم أسير أقتلع الرتاجة، وأنا كمن آتي إلي مسلمة، وأنا كمن أمشي إلي مبددة. في الواقع إن هذا المشي هو سبيل لاكتشاف العالم وللتحرر من الألم. وتجدر الإشارة بأن البحث عن الحرية هو من تمثلات المشي، لأنه مجال فصب للتخيل، ويرى نيتشه في الواقع أن الأفكار فقط التي تأتي من المشي لها قيمتها، فهو بالتالي نوع من معرفة الذات، من يقظة الروح وأسرار الوجود. فكل ما يفعله الشاعر ينطلق منه ويعود إليه، ما يجعل خطابه الشعري متجهاً نحو الآخر والآخر الذي هو أنا. واستخدامه وما استخدامه لهذا الضمير بوفرة إلا ليدل على أنه يمثل جزءاً من التواصل الداخلي للنص. والواقع إن فاعلية ضمير المتكلم وثيقة الصلة هنا بفاعلية الأنا الشعرية، ما يجعلها تتمظهر بصور مختلفة، وما يجعل إمكانية معرفة الهوية الموحدة التي تجمع بين عناصرها صعبة التحقق، لا سيما أن حضورها متعدد في الآخر والأشياء والطبيعة. لقد تحولت إلى أنا جمعية مثقلة بالعالم ومستغرقة في استيعاب الآخر، من هنا الحيرة التي تخلق من المادة دهشة مستمرة، لا سيما أن هذه الأنا صارت الأنا الخالقة، يعني صارت المعادل الموضوعي للإله. فهو يقول: أنا الذي منح الصواري في الفضاء سموقها وشرودها. هي النشوة في خلق عوالم جديدة، هذا هو مبدأ إعادة الخلق، وهو أسمى من وصف الوجود نفسه، هو الحلول والتماهي في معناه الجوهري الذي يعني فناء الهوية القديمة وولادة هوية أخرى مركبة وأكثر تعقيداً. ويعيد في الواقع شاعرنا صرخة الشاعر الجاهلي في نهاية القصيدة الأولى تميم بن مقبل حين قال: لو أن الفتى حجر، يعيد هذه الصرخة بطريقة مختلفة، إذ يقول: ألا ليت الفتى ماء فيخلع من يديه جراره، فأسير أنحت في السنابل قامتي وأعود بي نحوي وأسقط في الحطام. الشاعر يبحث عن الخلاص، ولكن المخاض عسير، وربما هذا الخلاص لن يكون إلا في القصيدة. هكذا
تتماهى أنا مع كل الموجودات في وحدة إنسانية، فتنكشف له ذاته وتؤرخ للحظة الكتابة التي أصبحت تجربة وجودية يمتزج فيها صوت الشاعر بصوت الفيلسوف تارة، إذ يقول: فلكل مذنب سبب ولكل سبب مسبب، وبصوت المتدين تارة أخرى يقول: فأنا أخشى على العبد أن يثمل ويغيب عن موعد اكتناه الحكمة قبل إقامة صلواتها. ونجده أيضا المؤرخ الذي يعيد إنتاج التاريخ: افتحوا البوابة طروادة كي أعيد ترتيب أبراجها ومقاصيرها وأسماءها وأخلع إلينا من عرشها العاج. كما هو المتمسك بوطنه الحزين على الوضع المتردي وما آلت إليه الظروف، فيقول: فلنقترف أولى خطايانا ونزعم أنه ملك لنا أو إننا ملك له ونؤجل الأفراح حتى ينتهوا. في الواقع إن هذه الذات المتكلمة تعيش في المنفى، تعيش في حالة الغربة في غياب الحرية. فهذه الكينونة المفقودة ليست سوى الهوية الغائبة المحجوبة عن الذات الفردية والجمعية، فتتشظى الذات نفسها وتتمزق وحدتها المركزية وتتشتت عوالمها في ظل التمزق الكينوني وفي ظل الأزمات. ويوظف الشاعر ترتيب العبارات وتداعي الكلمات وهندسة تواليها وإيقاع تواترها توظيفا دلاليا، فيحضر المعنى في الفراغ المقلق الذي يأخذنا إليه المنزلق الذي يؤسسه الشاعر في لعبه البارع باللغة. فيبدو الأسلوب أحيانا أهم من الغاية بل أكثر متعة، حتى أن الطريق في ذاته هو ما يستثير الأسئلة. وتجدر الإشارة بأن الذي يتكلم في هذه النصوص الشعرية ليس هو عبد الودود سيف بوصفه شاعرا واقعيا اجتماعيا وحسب، وإنما هو الشاعر الحاضر عبر ضمير المتكلم الأنا. فهو ذات صنعها الشاعر لتعبر عن تجربة حياتية تحيكها الكلمات، أو هي ذات أخرى للشاعر لا تستطيع أن تكشف عن نفسها إلا بواسطة اللغة ومضامينها. فكيف تستطيع هذه الذات أن تحافظ على حضورها وليس لديها أي وسيلة ولا إمكانية لتحقيق وجودها سوى اللجوء إلى اللغة؟ وذلك بغية خلق واقع جديد مغاير للواقع الراهن الذي تعيش فيه. فاستخدامه لضمير الأنا وتكراره بشكل ملحوظ أتى في محاولة من أجل الخروج من المأزق النفسي الداخلي وتخفيف الضغط الخارجي. فأين تناثرت شظايا الأنا ومن لملم أجزاءها المفككة؟ إلى أين تذهب الأنا؟ لا الماضي يشفيها ولا الواقع يرضيها ولا الهروب ينقذه منها، فكيف تلملم أجزاءها المبعثرة؟ هي التيه، هي الشوق، الرغبة، الموت، هي نفسها وأهلها ومجتمعها ووطنها المجروح، هي الضعيفة المتألمة، هي الحزينة وهي السائرة. هذه هي الأنا بكل تشكلاتها وتمزبراتها كما تبينت لي من خلال هذه القصائد. وشكرا لكم. شكرا لك دكتورة درين، يعني بالفعل شكرا لك على هذه القراءة. فتجربة عبد الودود سيف يمكن اختزالها بالذات، الذات المهيمنة، كل شيء يمر في قصائده عبر ذاته، مثل ما تفضل أيضا دكتور حاتم كيف هذا استخدام التلاعب بضمير المتكلم. الآن أعتقد الأستاذ الدكتور عبد الحميد، أعتقد دكتور عبد الحميد. نعم نعم، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو كيف المسافرين؟ تفضل دكتور. أنا سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذه الليلة
شكرا المنتدى العربي الأوروبي للسينما الدكتور حميد، شكرا لك، شكرا دكتور سعد، شكرا للأستاذ عبد الودود سيف الذي منحنا هذه اللحظات لنعيش معه ومع تجربته. شكرا لأساتذتي وأصدقائي الذين يتوجون هذه الجلسة بحضورهم البهي. من الصعب أن نتحدث بهذه الدقائق حديثا مختزلا ومختزلا لتجربة الأستاذ عبد الودود سيف، ولكنني سأقف بعض الوقفات. الوقفة الأولى، أقول إن عبد الودود سيف حاضر في المشهد الشعري اليمني، ولكن حضوره شاعرا أو حضور تجربته ليست حضورا مكافئا لطبيعة تجربته. فهل عبد الودود سيف غائب أو غيب عن المشهد؟ لن أطرح إجابة عن هذا التساؤل، لكنني أود أن أقول إن تجربته حضرت بقدر ما في المشهد الإبداعي وفي المشهد النقدي في اليمن، ولكن ليس ذاك الحضور اللائق بها. هل كانت طبيعة التجربة عائقا أمام التلقي؟ ربما انكباب التجربة في الأسئلة الفلسفية، في الغموض، في التأمل، في الفضاء التصوفي كما قال الدكتور حاتم والزملاء، هذا ربما كان عائقا عن تلقيها بشكل أوسع أو صعوبة التلقي. لكنني أستطيع أن أقول إن عبد الودود سيف حضر في نصوص شعرية، إن لم يحضر في النص النقدي بشكل كبير، فقد حضرت تجربته، استلهمت تجربته في تجارب كثير من الشعراء اليمنيين. هذا الأمر يحتاج أيضا إلى دراسة نقدية واعبة حصيفة لكي نتحقق من هذا الادعاء أو هذا الزعم أو هذا الاحتمال، لكنه احتمال له مؤشرات. إذا قرأنا كثيرا من القصائد لشعراء مشهورين، وأقول شعراء بين قوسين مشهورين في اليمن، سنجد أن هناك تناصا أو تلاصا أو سموه ما شئتم بين تجربتهم أو تجاربهم الشعرية وتجربة الأستاذ عبد الودود سيف بشكل مباشر أو غير مباشر. عبد الودود سيف بعيد عن الضوء لكنه قريب من الشعر في تقديري. تجربته تجربة حية، تجربة نابضة بالحياة. أين نضع تجربة عبد الودود سيف في السياق الإبداعي في اليمن؟ استطيع أن نقول إن تجربته واكبت حركة التحديث أو حركة الحداثة الشعرية الحقيقية، لأن هناك حداثة شعرية نستطيع أن نقول بين قوسين زائفة وغير مجسدة لطبيعة الحداثة ولهويتها ولحركته. شعره ينطلق من تجربة رؤيوية، فقصيدته تجربة رؤية بالمفهوم الدقيق لقصيدة الرؤية. قصيدة الرؤية التي تختزل العوالم وتحاول أن تقتحم كثيرا من هذه العوالم بحوارية ضافية. أظن أن الحوارية في تقديري ظاهرة بارزة في تجربته الشعرية، حوارية العوالم، عوالم الأنا وعوالم الآخر، عوالم الشعر العربي القديم، حاضر مسكون عبد الودود سيف بالشعر العربي القديم، وأيضا مسكون بحركة التحديث أو حركة الحداثة العربية. وهذا التزاوج
هو الذي منحه نوعا من الانطلاق ونوعا من توثب التجربة. وإذا كان الدكتور حكمة يتساءل عن طول هذه القصيدة فأقول إنها قصيدة تمتح من عوالم الرؤية، ولذلك كان هذا الانطلاق الرؤيوي الذي يستعصي على كثير من الشعراء الذين يقصروا لديهم أو يقل لديهم ما يسميه الجاحظ كثرة الماء. كثرة الماء طبع الشعري، القدرة على الانطلاق في فضاء التجربة الشعرية. أيضا شاعر تجربة مسكونة بقلق، قلق حياتي فعليا، قلق نستطيع أن نقول إنه يعني قلق الحياة، قلق الوجود، قلق الإنسان، قلق الهوية، قلق الوطن، قلق أيضا مسكون بالرغبة في التغيير. قصيدة ليست قصيدة معزولة عن واقعها، وحينما نقرأ عبد الودود سيف قراءة تكاملية بين منجزه النثري ومنجزه الشعري سنجد أيضا أن هناك تلاحما بين التجربتين، تجربة ثائر، تجربة من يسعى لتغيير الواقع وإن لم يستطع فبلسانه فبقلمه فبقصيدته، وهو صاحب كتاب مهم في التغيير الاجتماعي في اليمن. قصيدة عبد الودود سيف قصيدة سؤال وانتظار. من الإهداء إلى أبي الذي خرج ذات يوم لأداء فريضة الصلاة وحتى اللحظة لا أزال أنتظر عودته. الأب هو الوطن، الأب هو التاريخ، الأب هو الحياة الكريمة التي يسأل عنها ويفلسف قصيدته أو تتفلسف قصيدته باحثة عن كل هذا عن هذا الغياب. الغياب ما يزال تجربة سكنت قصيدة عبد الودود سيف إلى حد كبير. حينما نتأمل تفاصيل الديوان، ديوان الزفاف الحجارة للبحر، سنجد أنها تنتزع هوية العنونة من فضاء التأمل، من فضاء الصوفية، فالفصل والأبراج والبرزخ والصورة وكل هذا المعجم هو الذي يؤطر تجربته، يحيل بدون أدنى شك إلى تجربة تأملية عميقة. إذن فمن الذي يقرأ تجربة عبد الودود سيف وكيف نقرأ تجربة عبد الودود سيف؟ هذا هو السؤال المهم. أعتقد أن قراءة تجربة عبد الودود سيف تحتاج إلى ترسانة رؤيوية وترسانة نقدية مهمة، سواء على مستوى الرؤية أو على مستوى الأدوات. وكيف نقرأها؟ لابد أن نقرأها قراءة كلية. عبد الودود سيف تجربته تحتاج إلى نوع من القراءة الكلية، القراءة لتفاصيل تجربته النثرية والشعرية والحياتية، وأيضا قراءة التجربة بكاملها وبتكاملها، قراءة عميقة وقراءة متسائلة، قراءة من منابعها ومصادرها ومصادر التشكل فيها، وأيضا قراءة لتجربته ولأنماط التلقي التي حظيت بها بشكل مباشر أو غير مباشر كما أسلفت في بداية حديثي. هذه هي تجربة عبد الودود سيف التي ينبغي أن نقف عندها ونضعها في نصابها أو في مكانها الصحيح في تجربة الشعر اليمني المعاصر أو في تجربة الشعر العربي ككل. تأتي هذه الحلقة النقدية أو في سياق إعادة الاعتبار لعبد الودود سيف ولقصيدة عبد الودود سيف وللمشهد اليمني في زمن الحرب والكوليرا. أرجو للشاعر دوام التوفيق والتألق، ونسأل الله للوطن الحبيب ولكل الأوطان العربية التعافي من هذه المحن المتلازمة. شكرا لكم، وأرجو أن يكون المستقبل مستقبل شعر وحياة وحب في كنف اليمن السعيد، اليمن الموحد، اليمن الذي لا يعرف شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا.
تحية لكم بحجم هذا البهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور عبد الحميد، ونحن أيضا معك نقول إن شاء الله قريبا قريبا جدا يعود لليمن الحبيب العزيز على قلوبنا بكل رقعته الجغرافية، من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، رقعة واحدة بشعب واحد، يعود له الجمال والبهاء والخير والسعادة، ويعود ليكون سعيدا كما كان. شكرا لك أخي. الآن قد الأستاذ صفوان أيضا لديه ورقة حول تجربة الشاعر عبد الودود سيف، وعن شخصية عبد الودود سيف بشكل عام ودوره في الثقافة اليمنية. تفضل أستاذ صفوان، المايك أستاذ صفوان. صفوان المايك. طبعاً المايك. إحنا نرحب يعني ونفرح جداً عندما يكون يمنيين في المنتدى العربي الأوروبي الإسباني والمسرح. فتسي يعني رائع وجميل جدا الليلة، يعني أيضا يعني مجموعة من الأصدقاء والأحبة اليمنيين، وحين رحب بهم دائما. نقول منتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح مفتوح جدا لكل الأصدقاء والأحبة اليمنيين. تفضل أستاذ صفوان. أسعد الله أوقات الجميع بكل خير، وأرحب كثيرا بالأساتذة الأجلاء، وصدفة جميلة أن نلتقي مرة أخرى بأستاذي الدكتور سعد التميمي الذي كنت تلميذاً أو طالباً عنده هو كان في قسم اللغة العربية وأنا كنت في قسم اللغة الإنجليزية، ودرسنا مقرر اللغة العربية، وكان حينها أيضاً الدكاترة الأجلاء دكتور صادق رحمة والدكتور رعد السيفي والدكتور كان عميدنا حين ذاك المرحوم عبد الشافي صديق الله يرحمه، الشافي صديق رحمه الله. فهذا أثار الكثير من الشجون، وأتمنى للدكتور سعد دوام الصحة والعافية، وأيضا طبعا الدكتور حاتم غني عن التعريف، هو إحنا متابعين له من قراء من زمان كتاباته سواء في الكتب أو في الصحف اليمنية آنذاك طوال بقائه في اليمن. ففرصة جميلة أن نعطي بعض الوقت لمشروع أو تجربة عبد الودود سيف، وأنا كنت من فترة متابع لتجربته، على أساس أيضا تواصلت مع منظمات لإقامة فعالية تكريمية لعبد الودود سيف، لكن بسبب ظروف الحرب وهذه الأمور التي منعتنا من العمل الثقافي، ففي حوالي عام 2013 أنا كنت أنوي أن أشتغل عليه على أساس رسالة الدكتورة، أن يكون ضمن مشروعي رسالة الدكتورة، ولكن أنا أصلاً رسالتي هي في الأدب الإنجليزي وليست في الأدب العربي، فلم أستطع. كان مطلوب أيضاً ترجمة النصوص خصوصاً كتابته النقدية، لذلك تعثر موضوع أننا أدرس تجربته النقدية في الدكتورة، ثم عرضت عليه أن أتعاون معه في كتابة سيرة حوارية على شكل حوار، واتفقنا مبدئيا، ولكن أيضا حالة الظروف، كان ذلك في عام 2013 وانجرت البلاد إلى أوضاع سيئة، وأنا سافرت خارج اليمن، وبقي المشروع متعثر، لكنه مؤخرا قال لي بأنه سيكتب سيرته، وهذا كان شيء جيد. فكما تقدم للأساتذة الأجلاء الحديث حول تجربته الشعرية، أنا أميل إلى القول بأن تجربته أنه بالنسبة للقصيدة الطويلة، القصيدة الطويلة هي موجودة في الشعر العالمي أيضا، ومثلا كتب بابلو نيرودا الديوان الكامل، قصيدة اسمها الديوان الكامل وهي قصيدة طويلة،
وأيضا الشاعر الكردي شريكو بيكي سفر الرائحة كتب قصيدة مطولة التي يحاول أن يحشد فيها كل عناصر بيئته. وطبعا أيضا مسألة هذه المسألة أعتقد أنها مرتبطة أيضا بالغنائية أو بالإنشادية كما هي عند درويش في الجدارية، أن يكون يحاول الشاعر أن يكون منشد القوم وبالتالي يكتب بما يشبه المعلقة والملحمة التي يحاول أن تكون أن يختزل فيها كل عناصر وجوده. وكما تقدمت الدكتورة دورين أنه يكتب ما تقريبا ما سمي في تلك الفترة في فترة حركة شعر أعتقد القصيدة الكونية التي بشر بها أدونيس، قصيدة الأسئلة الكبرى والقصيدة التي تلتحم بالذات في مواجهة الوجود، وفعلا قصيدة الأستاذ عبد الودود سيف فيها هذا الانقسام الذات، وهذا ملمح أساسي في شعر ما بعد الحداثة. وطبعا تتبعه هذا يحتاج إلى دراسات، تتبعه أيضا في تجارب أخرى، ولكنه ملمح واضح في شعر ما بعد الحداثة خصوصا في الأدب الأخرى على حد علمي، أقصد في الأدب الفرنسي والإنجليزي، أنه تتحول الذات تتحول إلى شيء خارجي غريب يتم مساءلته واستجوابه والحوار معه. وهذا أيضا طبعا بحسب نظرية ما بعد الحداثة وخصوصا عند جاك لاكان ورولان بارت، أنه الانقسام الذات مواجهة الذات مع نفسها منذ مرحلة الولادة، كيف يعرف المرء ذاته عن غيره. وطبعا هذه تفصيلات جانبية، ولكن هو فعلا يمارس هذه المواجهة الدائمة مع الذات في قصائده كما أسلف الدكتور حاتم. وأيضا مسألة أنه العودة إلى تاريخ بدايته، فالأستاذ عبد الودود سيف كان قد تخرج عام 1970 عائدا من سوريا، وطبعا في ذلك العام كانت اليمن أعلنت المصالحة الوطنية، ما سمي بالمصالحة أو بعد حروب 26 سبتمبر 1962 والتي امتدت حتى 69. ظلت اليمن مضطربة بين حروب الملكيين والجمهوريين حتى 69، ومع عام 70 تم ما أشبه ما يسمى بالمصالحة وبداية الجمهورية الثانية. الجمهورية الثانية التي لا أدري هل صوتي مسموع؟ نعم. الجمهورية الثانية التي كانت على يد الإرياني، أقصد حتى نتتبع السياق التاريخي الذي اشتغل داخله الأستاذ عبد الودود سيف. فعاد عام 1970 ليعمل في مؤسسة الثورة، بعد ذلك في عام 72 تم تكليفه برئاسة تحرير مجلة اليمن الجديد. ومؤخرا نزلت افتتاحية الصحيفة في عددها الثاني 1972 في موقع خيوط، في منصة خيوط. ونجد من البيان الذي يمكن اعتباره بيان ثقافي أو منفستو لحراك ثقافي يمني حداثي منطلقا من الحداثة ومن محاولة الخروج اليمن من
زوبعة الاضطرابات إلى العهد الجمهوري الجديد أو الثقافة السبتمبرية التي تحمل قيم التحديث على كافة أوجهه. فكان من عبد الودود سيف واعي بمشروعه من البداية كما يظهر في افتتاحية الصحيفة التي هي فعلا تبدو كبيان ثقافي لوطن بدأ يتنفس. وحتى أنه العنوان اليمن الجديد قوبل بمعارضة من رئيس الوزراء آنذاك على أنه ليش يقول يمن جديد؟ هل يوجد يمن جديد ويوجد يمن قديم؟ فهذه المفارقة أيضا تكشف أنه كان لا يزال هناك قوى تمانع مسألة الرؤى الجديدة أو الثقافة الجديدة. وفي الافتتاحية يبين الأستاذ عبد الودود السيف مشروعه بأنه يعمل على كافة الاتجاهات، اتجاه التحديث والتثقيف واتجاه حمل الأفكار الجديدة التي يحتاجها اليمن بعدما خرج من فترة العزلة الطويلة في قبل الثورة. خلال ذلك هو طبعا بدأ كتابة الشعر زفاف الحجارة للبحر في 75، ومنذ تلك الفترة وعلى مدى 5 عقود أو نقول إلى آخر التسعينات، لآخر التسعينات تقريبا كان لا يزال يظهر ظاهرا نتاجه في الساحة الثقافية في اليمن. أشتغل على مسارين، المسار الأول الاتصال المستمر بالتراث، الاتصال المستمر بالتراث ظهر من خلال كتابه عن حركة 48 التي مهدت للثورة، وهي كانت بداية ظهور الصحافة المعارضة آنذاك في شمال اليمن. وأيضا كتابه حول شعر الزبيري، البوصلة، دراسة في شعرية الزبيري. أعتقد من خلال هذين الكتابين حاول هو الربط أو الاتصال بالتراث مع الرعيل السابق وحركة الشعر الإحيائي في اليمن. وبعد ذلك كتب دراسة حول والتي تمثل المسار الثاني في تجربته، وهو المغامرة والبحث حول الرؤى الجديدة. كتب دراسة عن شاعر كان أيضا مغيب في الساحة اليمنية، محمد أنعم غالب، وهو من رواد القصيدة الحديثة وقصيدة النثر في اليمن. فكان من الأستاذ عبد الودود السيف أن جمع قصائد الراحل محمد أنعم غالب، جمعها في كتاب وقدم لها دراسة، حيث أنه يريد توثيق الحداثة الشعرية ويعي أنه يجب أن يكون هناك هذا الاتصال بين ما سبق والحداثة التالية. بعد ذلك أيضا في التسعينات كان له دور الحاضن للمواهب أو للأصوات، أصوات الشعر التسعيني في ديوان، في كان هناك مشروع كان المزمع إقامته مع مؤسسة العفيفة الثقافية في إصدار أنطولوجيات شعرية فيها مختارات من أشعار جيل كامل، مع طبعا مسألة التجييل أو التحقيب صعبة، ولكن كان من الضروري أنه تتصل هذه الحلقة، تتصل حلقات بين الأجيال. فالأستاذ عبد الودود السيف كان واعي لهذا لأهمية هذا الموضوع. فخلال ما كان رئيس تحرير صحيفة البريد الأدبي، وهي صحيفة أهلية خاصة بالأدبية والثقافية في التسعينات، ومن خلال ما نشر على صفحاتها
قام الأستاذ بجمع هذه القصائد في ما يسمى الديوان الشعر التسعيني، وكان المشروع بدعم من مؤسسة العفيف على أساس أنه بعد توثيق الشعر التسعيني يستمر المشروع، ولكن لم يستمر. وهو وإن كان الجهد كما ذكر هو في مقدمة هذا الديوان الشعر التسعيني اللي هو محاولة توثيقية في البداية، لكن أنه كان يفضل أن تتجاور كل الأصوات، خصوصاً أصوات الشابة، وخصوصاً كان في مرحلة ما بعد الوحدة كان هناك زخم كبير مع بعد أستاذ صفوان. ممكن شوية الإيجاز حتى بعض الأخوان اللي عندهم مداخلات. أيوة خلاص، أنا حبيت بس إنه أتكلم على الجوانب التي لم بالتأكيد تطلع. يعني بالتأكيد توقفت عن جوانب أيضا منطقة لم نقترب منها، وكلامك جميل جدا، تفضل. أريد فقط أن أختصر الآن إنه لك هذه مناسبة لنقول إنه نتمنى أن يقوم أحد من دور النشر سواء اليمنية أو العربية بالمساعدة في طباعة ما تبقى من مجموعته الشعرية وأيضا كتبه النثرية الأخرى، لأنه لديه الآن أيضا كتاب حول محاولات في تحديث نظرية العروض، رؤية معاصرة في علم العروض، والتي أيضا هو كانت قصيدته محاولة أن تكون معمل للتجارب العملية لما هو كان يسعى إليه نظريا. فنتمنى أنه يطبع ما تبقى من كتابته النثرية والشعرية، وأيضا لديه كتاب مهم رؤى التغيير الاجتماعي، الأدب ورؤى التغيير الاجتماعي والسياسي في اليمن، وهو قد كان كما حدثني هو كان على وشك أن يطبعه ولكن تعثرت المسألة. هذه فرصة لنقول أنه نرجو أن يكون هناك دور في طباعة ما تبقى من كتابته. أشكر الجميع وأشكر أساتذتنا الأجلاء، شكر خاص وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اسمح لي بس دكتور سعد، ربما في نقطة مهمة، يعني أشار الدكتور صفوان إلى مجموعة وأشياء كثيرة جدا مهمة، يعني ربما أنت أشرت إليها أيضا، إنه يعني في جانب آخر، يعني عبد الودود سيف الناقد. إحنا اليوم نحاول أن نركز عبد الودود سيف الشاعر، يعني إن شاء الله في حلقة ربما قادمة نستأثر بهذا الموضوع. ربما أيضا الأستاذ عبد الودود سيف لمن يعلم إنه يعني حدث له مشكلة صحية 2018 وخرج من عنق الموت، يعني تصوروا إنه كان قعد 3-4 أشهر، يعني وإحنا والله 2000 مقال بدنا بس تذكرة للأستاذ عبد الودود سيف يصل للقاهرة. فأكيد ربما هذا الإنقلاب، لذلك إحنا نرى ربما أيضا يعني الأصدقاء الأعزاء النقاد ربما في التجربة أو ربما من يتتبع عبد الودود سيف يجد أن هنالك ما بعد 2018 غير ما قبله، يعني عندما صار هذه الأزمة القوية جدا، لأنه خرج من عنق الموت، ولذلك أصبح الموت والوطن والعشق يتعانقون، يعني ثلاثة أشياء، ثلاث بيمات تتعانق يعني فيما بينها، فتصبح القصيدة هي مزيج من هذه الكيمياء، كيمياء يصعب جدا يعني أن نفهمها الناس ربما إلا الذين يذوقون أيضا مرارة يعني هذا الألم، مرارة هذه التجربة، تجربة مع الموت، من التجارب المثيشة، يعني من التجارب البديعة، من التجارب أيضا التي تعطينا يعني نظرة أخرى للكون، نظرة أخرى للإنسان، نظرة أخرى للوطن، نظرة أخرى للعشق. فإن شاء الله نتمنى أيضا من الأصدقاء الأعزاء التركيز على هذه أو على الثيمات، يعني لأننا نحن يعني نريد تجربة شعرية ندخل يعني بشكل مباشر للتحليل، نص تحليل، نص رؤية، يعني فشكرا جزيلا للذين يعني طبعا ألموا ببعض الأشياء المهمة جدا، جوانب حياتية، جوانب سيرة ذاتية، جوانب متألقة جدا، وإبداعات أستاذ العزيز عبد الودود سيف.
ويعود لك أستاذ العزيز دكتور سعد تميمي إدارة هذه الندوة، وأعتذر عن هذا التداخل. شكرا لك أستاذ حميد، شكرا للدكتور صفوان. بالعكس يعني لا ضير، يعني وقف عند جانب مهم. أنا مثل ما في بداية تقديم للجلسة قلت، عبد الودود سيف ليس شاعرا فقط، عبد الودود سيف قامة ثقافية إبداعية، له حضورة على الساحة النقدية، له حضورة على حتى المجال السياسي والتحولات. التحولات كثيرة في مسيرة عبد الودود السيف، لأن التحولات السياسية الانتقال تعرفون من البعث إلى الطليعة لا كثير، وأيضا الشعر إلا التراث والمعاصرة مثل ما تفضل الصديق العزيز، التحولات على مستوى الشكل. عبد الودود سيف صاغ له تجربة متفردة، ولذلك يحتاج عبد الودود سيف لمتلقي خاص، هي تجربة متفردة يحتاج لمتلقي بمرجعية حتى يفك كثير من هذه الشفرات، لأن تجربة عبد الودود سيف هي عبارة عن حلزون، هذا الحلزون ينتهي إلى ذات الشاعر، الذات التي تنشطر مثل ما قال الدكتور حاتم، وتتشظى الانطلاق من الذات لرؤية العالم في تجربته الشعرية. نحن لدينا أيضا مداخلة صراحة أنا سمعتها لكن لطولها والتقنية الآن يعني أعطاني ليست سيادة مطلقة الأستاذ حميد، فوصلتني من العزيز مبخوت العزي مداخلة بحدود 10 دقائق، لكن التقنية لابد الهوست الأصلي هو اللي يبعثها، فما أعرف هل ننجح أو لا في إضافة هذه المادة، لكن خلينا نبدأ مع المداخلات لحين إذا نجحنا إن شاء الله. حقيقة دراسته أيضا كانت نصية، يتحدث في جانب الدلالي والحقول الدلالية في قراءة في شعر عبد الودود سيف. الآن سنفتح المجال للمداخلات التقنية، للجميع معروفة هناك يعني تقنية رفع اليد اللي عنده مداخلة فقط تحت هناك الإيقونة اللي موجودة، يضغط على يعني رفع اليد حتى نبدأ. وأنا دكتور سعد أعتقد الدكتور عاطف من زمان رفع يده. إيه لا عارف هو راح أبدأ بي أنا. يا دكتور عاطف يا حبيبي. أنا أنبه، لأن أنا أشوف في العيون هناك الرغبة بالمداخلات، لكن يعني أكيد الدكتور أحمد الفلاحي أيضا أكيد حتى لو ما عنده إحنا نطلب ما عنده المداخلة. أبدأ مع الدكتور عاطف. دكتور عاطف تفضل. تحياتي للجميع، وأنا سعيد بهذه يعني الأمسية التي يعني جمعتنا مع قامات، وتحياتي للأستاذ حاتم والأستاذ حكمات و عبد الحميد، وطبعا سعد دوري وكل الحضور. يعني علي أن أعترف ابتداء أن هذه النصوص قد استعصت علي قولا واحدا. أواجه لغة غريبة التكوين ولغة غريبة التشكيل حتى على مستوى الانزياحات وعلى مستوى بنية الصورة الفنية، وأنا أقرأ بهذه اللغة تنطوي على تناقضات، قارئ عادي لا يستطيع أن يتعامل مع هذه اللغة. يبدو لي، ولذلك لجأت يعني إلى عملية تفكيك حتى أفهم يعني ماذا يريد أن يقول هذا الشاعر عبد الودود. هذه اللغة يعني توهم، تجعلك تخرج بنتيجة أن هذا شاعر تحتاج أن تحفر إلى أن تصل إلى ما يريد، يعني بدك تمارس حفر، بدك تمارس فعلا أركولوجيا. شاهدت شيء يعني أو علامات أو سيمياء معينة
أخذت يعني تعيدني. شاهدت اللهب، الرماد، الطين، النار، وكلها هذه تعيدك إلى ثقافات تاريخية، حتى هيلينا وحتى أفروديت حتى هذا الشاعر. يعني يبدو لي أن القارئ سيواجه أكثر من حاجز في التعامل معه، لكن بالنهاية يجب أن نعترف أن هذا الشاعر يعني تجاوز حد الغموض المسموح به. أريد أن أكون واقعياً يعني، وأريد أن يشاركني البعض، هل أنا يعني استعصى علي الفهم، أو نأخذ مثلاً في إله أسماء للموج وألقاب للزبد، أقرأ ونشوف كيف سنصل إلى هذه اللغة، كيف تشكلت يعني. المدى تفاحة، جملة اسمية، هذا المدى تفاح، كل هالمدى اختصر بتفاح، جميل، قرب لي هذا الصورة، التشبيه البليغ. وأنا سكين، وهو سكين، المدى كله تفاحة وهو سكين، جميل. وحيث هويت ثقبت على جلدها بابا، ما بعرف يعني كلمة جلد ولا قشرة، ثقب باب، كويس. المدى تفاحة وأنا سكين، وحيث هويت ثقبت على جلدها بابا وأطلقت، شو المفارقة هاي، العنان للنساء، يعني كأنه النساء متخبيات جوات التفاحة وهو فتحها، طلعنا من التفاحة. أن يستدرنا في خواتيم شهوتي ويدخلنا يتفيأنا في فضاء أشجاري. طب ما كنت سكين أنت، شو هذه التحولات؟ وأغصان هواي، كل هذا عمله، برجع بقول لك وأنا متعب، لا ريث ولا عجل، كأن الماء يرسم في خطاي نافورة، والطين يفتح في مداي قبة. أوكي، بقدر أعمل أنا من الطين يعني قبة. وأنا أعود إلي من أقصاي، طلع هو نفسه المدى، كيف أنت يعني، ما هذه التناقضات؟ ما هذه التناقضات على مستوى بنية اللغة الشعرية؟ في يدي مقاليد يدي، جميل، أنت تحكم ذاتك، وفي يدي مصابيح القبة، الإله صورة الكون أنت، القبة اللي عملتها. لاحظوا في المقطع الآخر، سيقول لي الطين، هاي فلسفته الآن، يعني الطين، الطين إلى فناء، النار غير. هذا يوم أختتم فيه أسفاري وأدخل إلى ملكوت الموت، ماشي. يهبني التهليل ويخلع علي بسطة ينقش فيها بعضي بعضي. طب ما أنت متت أنت، شو بعضك بده ينقش على بعضك، أنا مش فاهم. وأؤلف منها قامتي الواحدة، هذا الماء، هذا الطين، ماذا يقول له الماء؟ أنا الجسد، يقول لي الماء، أنا الجسد الذي أعطى للكلمات قوامها. دخلنا والله في فلسفة الجسد. وأنا النبع، طب ما أنت كنت ماء، الماء والنبع إيش الفرق؟ إيش هذا الكلام؟ أفهمني يعني، أبدي أفهم أنا شو بتحكي أنت يا عبد الودود. ينقش فيها بعضي بعضي وأؤلف منها قامتي الواحدة، ما أنت كنت قبل شوي سكين، عارف قامتك أنت. يعني حتى الشعر عند أرسطو في منطق شعري، في منطق شعري، شو هذه الانزياحات؟ كيف تريد مني أن أصل إلى معنى؟ وأنا النبع الذي يؤلف بين أشتات الحصى والحجارة والحجارة والغبار، دمي يتلو دمي، يقرأ دمه، يقرأ دمه، فينسج صورة ابتدائي. يعني هل ابتدأ أنت من دم؟ يعني أنت بدأت حياتك من دم؟ وفي قصيدة ثانية يقول لك ناهض من دم راكض بدم، علي ثورات يعني ولا مش فاهم. وندخل ننقش في الفضاء، طب الفضاء فراغ، كيف بدك تنقش فيه؟ إذن أنت تكتب في الفراغ، أنت في عندك تيه يعني تائه. خطوط فراشة نرجسنا الواحدة، بعدين بقول لك أنا حيث أمشي ليس ثمة سماء ولا قاع. يا أخي وين بتمشي أنت؟
أنت إذن في تيه تايه هذا الرجل، أخطو فتنحرف بوصلة الجهات، ما فيش ولا جهة، تتسلل جميعها من قطب واحد. كيف ما فيش جهات؟ بعدين بتقولي تتسلل من قطب واحد، وأنا أفهم فلسفة الجهات وعلاقتها بالكون والوجود، وأعرف أنه لا توجد جهات، وهو أشار إليها، لأننا في دائرة، بالدائرة ما تقدر تعمل جهات أنت، وتخرج منها إلى خطوتي لترسم فضاء دائرة، تبدأ الدائرة تكبر تكبر قد ما كبرت الدائرة دائرة بالضبط، لو كانت دائرة قطرها 2 سنتي دائرة تظلك باللا نهاية، وتصبح إلى ما لا نهاية في حدود الفضاء إذا بدأت، يعني إذا بدأت أنت ما تنتهي بحركة دائرة. هذه اللغة غريبة جدا، والبناء الاستعاري يعني أنا في غابة من المجاز، حينما يكون المتلقي يعني في غابة من المجاز سيستعصي عليه الفهم، يعني أحس عبد الودود يلعب في اللغة. على أي حال سأعود لنص بداية النص، خلينا نشوف، يقول متوجا بصولجان الرغبة، أنا بعرف الصولجان عصا معقوفة مع الملك، عصا اللي عادوا كيف صار التاج مش فاهم، طبعا مع استخدامه لرمز العصا ولعب على العصا، العصا اللي فيها سحر وتغير كما هي في الموروث الديني، والعصا العصا الفعل العصياني اللي مصدره العصيان. متوجا بصولجان الرغبة في استئناس جراد الوحش الضال بين أقدامي وخطاي، يعني هو وحش، أغادر آخر الخرائب المتربة في أسمائي، إلو أسماء وأنا سيتحول إلى إله، وأدخل من قبلة الغيم مؤتلفا مثل قوس السؤال. طيب مين قال لك أن القوس شكل مؤتلف؟ وإذا كان السؤال قوس، يعني لما تطلق السؤال مثل القوس يصيب ولا لا يصيب؟ شو بده يقول هو؟ وهل هي يعني المشكلة اللي عندنا مثقفين دائما يقول لك وجع السؤال وثقافة السؤال قوس السؤال؟ وليكن، إنني متعب وأنا لا ريث ولا عجل، أدخل لأخرج كويس، وأؤجج أباطيلي لأخمد شهوتي. دخلنا بالشهوة بالفعل الإنساني، نزل من الإله إلى الإنسان، ثم أنتظر يخمد شهوته. ولاحظ هنا يعني سرد فيها قصصية بس بخيال، بغابة من المجاز، بتكاثف المجاز، أدخل لأخرج وأؤجج أباطيلي، يشعل الأباطيل الآن في عنده زي، ثم أنتظر الذي يلتمع فيها الضمير، هل يلتمع في الأباطيل ولا بالشهوة؟ أنا بنمشي على النحو العربي، خليه على الشهوة يعني الهاء، لحظة ائتجاج ثقابها، أن يتأجج هذا الثقاب، أن يشتعل، أن يلتهب، هو مولع بالنار. شو بصير بعد ما يخمد نار شهوته؟ قبل أن أندمل وأعود إلى أكفاني أموت بعد، يعني الإنسان في قمة بالشهوة يكون يعني فارسا قوي، لكن حينما تنتهي كأنه يموت، يعود إلى أكفانه، ولكن عودته مباركة، مباركا في أجفان النعاس، في أجفان النعاس، يعني هذا حتى هو مولع أيضا بالمجاز المرسل كثيرا. وليكن، شوف هذه المفارقة، إنني كامل، وبحط نقطة، وقابل للطلق أو الانكسار. كيف أنت كامل وقابل للطلق أو الانكسار؟ أنا مش فاهم يعني. على أي حال يقول هذه العبارة الآن اللي أنا صرت يعني أبحث عن فلسفة له، مع أنه هو يعني من كل قطر أغنية يركب لي مجازات فقط، وأنا أعمى أستدل علي من لهب، يعني من الحرارة من اللهب، وهو بدك تعود لفلسفة النار، أنا أعمى أستدل علي، هو مش شايف حاله، ما بحس حاله موجود إلا إذا حس بالحم، حم النار، لأنه أعمى وظف الحواس، وأصعد جامحا في مرايا الدخان، جعل وأنا مرمر ورخام، المرمر والرخام لا يتحرك يعني لا يتأثر بالنار، أدخل بلسما وأخرج طلسما، في حالة الدخول بلسم وفي الخروج طلسم، هذا التضاد يعني كأنك طقوس سحرية يعني.
وأمشي بينهما كأسنان المشط أغنية. يعني عندك تتخيل أسنان المشط مثل هذا اللي بحطوه هيك بالموسيقى وبطلع أغنية منه. تهذي بين الصدى والصوت تبحث عن سماء ثامنة. دكتور لا بس 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 جملة واحدة وسأترك، يعني سأقول النهاية ذاك النهاية. يعني عبد الودود يبحث عن سماء ثامنة، يعني ما بعترف بالإله، بده إله آخر. يبحث عن سماء ثامنة، لا يعترف بالسماء السابعة. على العموم أنا واجهت شعرية لا تشبه الشعر، مجازات يلعب باللغة، مجازات لا يستطيع حتى كل النقاد الذين قرأوا لم يقتربوا كثيرا من النصوص. ليش؟ مستعصية لي أنا، غامضة. كيف أنا بدي أعترف بهذا الشعر؟ كيف بدي أعترف أنا بشاعر يلعب بالمجاز ويلعب باللغة ويلعب بالأساطير وفي تناقضات حادة جوا؟ كيف؟ وين الرؤية؟ أوكي أنا بفهم إنك أنت تائه وتعاني من عذابات الإنسانية وواوا، يعني زي ما بقول ريتشارد الإحساس بالمعنى. لكن أنا لما بدخل على التفاصيل اللغوية، على العلاقات داخل اللغة، كيف تشتغل اللغة في النص، لا أجد شعرا. ويعني وأحترم الجميع وأعتذر من الجميع. شكرا لك دكتور عاطف، وجهة نظرك وقراءتك. يعني النص يعني بحسب القراءة، يعني أنت قد لا تجد المعنى، وقد يرى غيرك بأن هذه اللي تكلمت عنها، هذه الانكسارات وهذه هذه التضادات اللي موجودة به، هي يعني ثيمة الأساسية في شعر عبد الودود سيف، هي ثيمة الاغتراب. مثل ما قلت أكثر من مرة، هو يعني ينطوي على ذاته، ينطلق من ذاته، كلما يبتعد يعود إلى الذات من جديد. أنا تعذرني ياسر، بس أشوف دكتور أحمد الظاهر يبحث عن الـ 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 الكف ومتيهة. تفضل دكتور أحمد، عذرا لجميع الأصدقاء حمد، لأن هو من أول الناس يبحث عن الكف، بس أحسه ما يجده. تفضل دكتور أحمد الفلاحي. مساء الخير، اهلا دكتور. انا كنت رغب انه الجميع يعني يشاركون، انا اخر واحد، انا ابو الحاسوب، يعني المفروض اعرف الكف. ها تمام. في الحقيقه الكلام عن الاستاذ عبد الودود سيف، يعني مهما اي شيء يقال قليل في حقه. هو استاذ اجيال، والحقيقه احنا في مجله نصوص من خارج اللغة حاولنا في عام 2019 عملنا ملف عن الأستاذ عبد الودود سيف، وشارك فيه أساتذة أجلاء مثل الدكتور حاتم الصاكر، مبخوت العزي الوصابي، أحمد الأغبري. أعدنا نشر الحوار لأنه كان المفروض صدام الزيدي يعمل حوار مع الأستاذ عبد الودود سيف، لأنه كان بعد عودته من القاهرة مريض جدا لم يستطع. أعدنا بعض نشر الدراسات لأميرة زيدان، لكثير ممن كتبوا عن عبد الودود سيف، وكنا في الحقيقة في مجلة نصوص نحاول إعادة نشر ديوان لعبد الودود سيف وقتها عندما كنت في المغرب. إلا أن خط المجلة كان آنذاك تتجه المجلة لقصيدة النثر أكثر منها للشعر الآخر، سواء الحر ولا العمودي. فصعوبة التواصل مع الأستاذ عبد الودود سيف منعت عن ذلك، وكنا منتظرين في حالة إنه لو كان عنده كتاب فيما يتعلق في قصيدة النثر أو ما إلى ذلك، سنعيد نشره في شبكة أطياف، دار النشر موجودة في المغرب. لكن عيب النشر في المغرب أنه لا يستطيع الواحد أن يصل كتابه إلى بقية البلدان، بسبب أنه شركة التوزيع أغلبها شركات داخلية، فكان عندنا صعوبة في نشر الأعمال، إلا كانت بمساهمة فردية عبر وصولنا نحن إلى المعارض. يعني كنت أنا أخذ مجموعة أعداد ومجموعة كتب وأوديها المعارض للقاهرة، للشارقة، لدول أخرى. يعني
فاحنا قدر الامكان الاستاذ عبد الودود سيف اذا عنده عمل نثري مستعدين في شبكه اطياف ومجله نصوص نشر هذا الديوان. هذا العرض مطروح الى الان يعني مطروح حاليا. تتبعت انا في خيوط النحاول ديوان نوراس، اذا الديوان لم يحصل على مبادره سوادر انا في نشر هذا الديوان ولو بمجهودات ذاتيه. استاذ عبد الودود سيف تعلمنا منه الكثير عندما كنا نكتب في البريد الادبي زمان وهو رئيس تحرير، فتح لنا الباب ونحن كنا ما زلنا نحبو انذاك. يعني الحقيقه كانت البريد الادبي شبه شهريه ثم توقفت نتيجه تمويلات، جعلت في الحقيقه كنا كما ننتظر للثقافيه ننتظر بفارق الصبر للبريد الادبي، لانها كانت عباره عن جاليري خاص فقط في وانت كنت تعاصر معنا تلك الامور. استاذ عبد الودود سيف مهما يعني انا مهما تطلع واحد الى كتاباته النصيه يتوه. ما قاله الدكتور عاطف هو قد ربما قد قرأ لا ادري ماذا يقصد فيها، لكن ما اقوله انا ان قراءه النص لعبد الودود سيف تحتاج للقائل ان يقرا النص اكثر من عشرات المرات حتى يتاتى له، لكن ان يطبق يعني هذه ميزه ان تقرا النص عشرات المرات، ميزه للشاعر يعني؟ هل هي ميزه او ميزه؟ والله هذه جديده علي أنا. لا لا انت مخطئ تماما في قراءتك للشعر عندما تتكلم عن الشعر في ذاك المرحلة. عبد الودود سيف عندما يكتب نص تفعيلي، النص التفعيلي إذا فهم من أوله تحول إلى تقرير سياسي أو إلى تقرير إلى نشرة أخبارية، لكن في قصيدة النص يمكن أن تختزل، يمكن أن تكثف، يمكن أن تبسط، حتى ما بعد الحداثة يمكن أن تبسط. هذا وجهة نظر تحترم عليها، لكن ما نطرحه الآن أن عبد الودود سيف عندما يكتب نصه يتلبس الناس ويكتب بمخيلة فلسفية يعني تستعصي على الكثير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور أحمد. الآن ياسر. يا ياسر. طبعا دكتور سعد يعني أود أن يعني ألفت انتباهك، عندنا ياسر وعندنا أيضا دكتور حمد حجي وعندنا الدكتور رائدة العامري إذا كنت وياسر. شايف الشاشة. ايوه شايفه ياسر. خلاص حبيبي انت تفضل الان دكتور حمد. دكتور حمد الصوت حبيب. ايوه مرحبا بكم. انا الحقيقه طلعت عليه متاخرا المجموعه وهذا تقصير مني، لكن عندي ملاحظه. ربما لو نضع هذه المجموعة على الأقل التي قرأنا والتي تحصلنا عليها في البحث في بنائها المعجمي كما قال أستاذ عاطف الآن والتركيبي المألوف وأهم يعني محصلات الخطاب، أن نقول أنه ممكن أن نقرأ هذه النصوص من خلال النسق أو الأنساق أنساقها. ممكن أن يكون النسق ثقافي، يمكن أن ولكن أنا سأرى من حيث الدراسات البينية، يعني في إطار بحث داخل حقول مختلفة. يعني مثلا أرى أن هذه المجموعة يمكن الحديث عن هذه المجموعة من خلال النسق أو الأنساق المتصلة بها، وخاصة فيما يتعلق انفتاح هذا النص مثلا على السرد، انفتاح النص مثلا على الأنواع الأدبية وهو عبارة عن نسقية أيضا على المسرح والسينما وغيرها، وخاصة في القصيدة التي قرأها الأستاذ عاطف قبل قليل والتي تتحدث عن أو القصيدة الأولى في مرجعنا والتي يقول فيها يعني
غيم بكفي أم دخان، هذا ابتداء رسم، ويبتدئ فيها كما لو كان الرقحية مستحدثة. هذا تقديري أن النسق قد أدى بي إلى أن إلى ما اعتبار هذا القصيد، وخاصة حينما يتحدث عن المهرجان في أوله وفي منتصف القصيد وفي نهايته. كذلك استحضار الأسطورة، صحيح أن الأسطورة لم تكن واضحة، ولكن تجد تفاصيلها داخلها. ربما من خلال النسق ممكن أن نقرأ هذا القصيد، يعني النسق الأسطوري. ممكن كذلك بتقديري ربما أكون مخطئا من حيث رؤيتها، أنه اعتبر الهامش، يعني في الذات الهامش هو الأنا بينما المركز هو الآخر. ممكن أن نفهم أيضا من خلال النسق هذا، يعني ندرس نسق القصيد سنتكشف عن تمظهرات الصراع القائم بين الهامش كما لو كان الأنا والمركز كما لو كان الآخر. ما هذه قراءة أخرى، ملاحظة بسيطة، وشكرا لكم على هذا الاحتفال، وخاصة أشكر كل الملاحظات التي تقدمت، مفيدة وتدفعنا إلى دراسة هذا الأثر، وشكرا لكم. شكرا لك دكتور حماد. الآن المداخلة للدكتورة رائدة، تفضلي دكتورة. مساء الخير للجميع. مساء الخير. الشكر الجزيل لكل الأوراق النقدية المهمة التي قرأت بهذه القراءة العميقة، والشكر الخاص للأستاذ حكمة الحاج لهذه القراءة والرؤية النقدية العميقة. لكن لفت انتباهي قول الأستاذ وأوقفتني كثيرا عبارة: لماذا الشاعر يكتب قصيدة طويلة لا داعي للطول؟ هل هذا الشيء فيه تعميم؟ ليس اعتراضا لما ذكره الأستاذ، لكن ممكن الإيضاح، لأن لا يزال في ذاكرة الشعر العربي قصائد طويلة للشعراء مثل محمود درويش وأمل دنقل والسياب وأدونيس. كون التجربة الشعرية حسب الحالة التي تولد فيها القصيدة ويفرضها الشكل بالطول والقصر والإحساس والمخيلة الإبداعية. فيا حبذا الإيضاح لهذه العبارة التي أوقفتني، وجزيل الشكر والامتنان. شكرا لك دكتورة. أكيد سنعود للأساتذة أيضا للرد على بعض المداخلات. الآن يمكن آخر شيء ياسر خرج وعاد. ياسر، أستاذ ياسر. ياسر خرج. الآن شفته؟ أوكي، إذا خرج. أنا رفعت يدي إذا تسمح. هاي أنت رفعت يدك، تفضل يا أستاذ. أستاذ العزيز، أنا والله بدي عندي استفسارات. أولاً أود أن أسأل الأستاذ العزيز الدكتور حاتم. دكتور حاتم، هل تتفق مع الدكتور أحمد الفلاحي بأن قصيدة عبد الوجود سيف يجب أن تقرأ عشرات المرات؟ أنا لا أتفق معه تماماً. أنا في 1997 عندما كنت أبحث عن قصيدة لجعلها فيلم في مشروعي سينمائية القصيدة الشعرية، توقفت مع كلمة مع إحدى قصائد عبد الوجود السيف، كان في كتاب للأستاذ العزيز عبد العزيز المقالح تقريبا من البيت إلى القصيدة، وكان ذكر عبد الوجود سيف باعتباره من أحد الطلاعيين، من أحد الشعراء المهمين، وتوقفت معها تماما. يعني وجدت أنه سهل، يعني أنا كانت ثقافتي في 97 يعني أقل تماما من ثقافة اليوم ربما، يعني فوجدت أنه يعني شخصية أو في فعل في دراما في، يعني ربما الفنان ربما الـ هذا يستطيع أن يستشف من هذا الألم، من هذا في ألم. طبعا عندما نقارن ربما عبد الوجود سيف أدونيس، يعني مع احترامي وتقديري واعتزازي بشعره وعظمته ومدرسته، لكن
احنا ربما اليمنيين احنا معجونين بالوجع يا اخي، احنا مو مثل يعني شاعر كعبد الود السيف يعاني، ليس مثلا كأدونيس، ربما أدونيس شخصية شاعرية وكذا، ولكنها ربما يعني لم تخف يوما أنها لن تجد لقمة الخبز، وربما لم تجد لقمة يعني فاتورة العلاج، وشعراء يعني عظام كبار يعني نحتفي بهم. لكن ربما في الشعر اليمني ربما ما يخص شعراء، بعض الشعراء اليمنيين احنا معجونين بالمعاناة، حتى احنا في احنا مغتربين يعني احنا نعاني، يعني احنا ربما حتى من شعرنا وكذا لسنا كغيرنا، لان احنا موجوعين بالالم، موجوعين بالحاجة، موجوعين بالفقدان بالالم. يعني كذلك ربما في يعني سؤال يعني ربما ايضا يتبادر، يعني لابد نحن ان نرى هذه او ان نرى هذا الابداع وخاصة عبد الود السيف بمنظور اخر. انا قارنت ربما بفترة عبد الود السيف ما قبل 2018، عبد الود السيف ما بعد، يعني نجد هذا يعني حتى صار يستدعي الوطن كرؤية افتراضية. الوطن ما صار نفس الوطن هذاك اللي احنا كنا ربما نعيشه وربما حاضرينه وربما نمتزج فيه ونمشي في شوارعه، لكن يعني ما عندما صارت الأحداث وبدأت الحرب احنا صرنا يعني كيمنيين والموجودين في الداخل واحنا على تواصل معهم لا يستطيعون ان يمشون في الشارع، لا يستطيعون أن يخرجون في الليل، لا يستطيعون، ليست صنعاء كما كانت صنعاء، ليست البحر كما كان البحر، ليست الحديدة كما كانت الحديدة، ليست تعز كما كانت تعز. يعني هذه الانقلابات العظيمة اللي حصلت يعني انقلابات وألم فظيع جدا، جعل ربما إحنا يجب أن نرى الشعر اليمني بمنظور آخر، هذا المختلط بالألم، المختلط بالحرب، المختلط بالدماء. حتى واحنا يعني احنا المغتربين واحنا خارج واحنا عايشين في فرنسا وربما كذا، لكن احنا وجعنا كثيرا، فقدنا اصدقاء، فقدنا من عائلاتنا، فقدنا من بيوتنا، فقدنا من اقربائنا، يعني كثير بسبب الحرب. فالسؤال للدكتور حاتم. خلاص وصلت سؤالك؟ وصل حبيبي. يعني ست يعني مسؤول المنصة تاخذ راحتك يعني شلون يعني؟ لا حبيبي انت قاطعنا هيك، يعني استخدم ديكتاتوريتك كحاكم. يعني هذه يعني تحاكم، يعني هو يعني تاخذ، قال الدكتور احمد 10 مرات، اخذت 10 مرات. هو قصده يحتاج لانه عبد الودود سيف يحتاج له قراءة عميقة، يحتاج له تأني، ليست قراءة سطحية، هذه اللي يقصد بها. عموما لا أريد أن أجيب، أكيد دكتور حاتم راح أرجع على الأساتذة الذين قدموا أوراقهم، سمعوا بعض المداخلات، إذا عنا لهم شيء أو إيضاح شيء يتفضلوا. نبدأ مع دكتور حاتم. شكرا دكتور سعد. بالنسبة للعزيز دكتور حميد، بيها مجاز كلمة صديقنا العزيز أحمد، يعني الشعر يعوز إلى المعاودة والقراءة، أنا أفهمها بمعنى آخر، يعني تعدد، يعني اليوم تقرأ وبكرة وبعدها وتلقى بي أشياء. لكن حقيقة دعوني أعبر عن صدمتي الكبيرة اليوم من اللي سمعته من الدكتور عاطف. الدكتور عاطف هو العقل الفلسفي اللي يحضر بأن نضع له 100 حساب بالقراءة، مسك النص بالضبط. كنت أشعر وأنا شاعر سابقا، يعني أعذرني أساسي مثلك مرهف، انت ايضا شاعر بالمناسبة، اقرأ لك شعر غزلي يعني يفهم من اول مرة بالمناسبة، يعني ما يحتاج هذا التعب اللي انت خفت على القارئ منه. يا اخي القارئ لا يكون كسولا، خلاص هذا الدلال، هذا في المدارس القديمة. دكتور احسست تماما انك تقطع جثة وتاخذ عضو من اعضائها وتقول ما معنى هذا اليد، ما معنى هذا الرجل، ما معنى، ما يجوز هذا الكلام. انت الان قمت ب وحتى احتكمت الى 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 الرياضيات، يعني تاخذ الدائره بشعر الرجل، الدائره الكونيه هذه والدوران البعث والمعاد والموت، وتقول الدائره بالقطرها كذا بالرياضيات. شو هذا الكلام دكتور؟ انا والله مصدوم اليوم كثيرا. انت قلت كلاما ممتازا، قلت اللغه توهم وعليك ان تحفر في النص لتفهمه.
طيب وين راح هذا الكلام من بعد؟ يعني تحاكم الرجل كلمة كلمة، قال ماء وقال نافورة، شو هذا الكلام دكتور؟ هذا الشعر اللغة هي اللي تجرفه، هي اللي تسويه. بعدين أنت خلطت بين أنا الشاعر وبين عبد الودود السيدي، تتكلم عن عبد الودود وكأنه هو نبي جايب كتاب مقدس وقاعد تحاكمه، ماذا تعني بهذه الآية؟ اللغة هذه المجازات، وهل يعقل دكتور الغموض تقول له حدود؟ وعبد القاهر الجرجاني بالقرن الرابع قبل 10 قرون يقول الغموض ليس له شاطئ ولا، ومثل ما يغوص الغواص إلى الأعماق ويطلع الصدفة ويطلع بها المحارة فيفرح بالتعب، أنت تريد القارئ نايم وماكل بطيخة كبيرة وقاعد يتسلى ويفهم القصيدة، ما يريد هذا القارئ. القارئ اليوم فاعل والقراءات أعادت له. ثم هاي المحاكمة دكتور وين تودينا؟ يعني خلي أقرأ بيت المتنبي، أنا الذي نظر الأعمى إلى أبي، ممكن أي طالب ابتدائي يقول لي شو هذا الكلام؟ هو أعمى كيف ينظر للأدب هذا؟ يا دكتور أنت رفعت سقف المجاز، أنت دمرت القصيدة، والله مهزلة هذه وليس نقدا، أعذرني يعني. يعني كيف نحاكم القصيدة؟ طيب التفاحة، المدى تفاحة، الرجل راح إلى ميثولوجيا وأنت رجل تقرأ ميثولوجيا وتنظر لا. يعني أنا لست دفاعا عن عبد الودود، يعني شاعر مثل غيره ويتلقى النقد، أنا نفسي لقد قلت متأثر بأدونيس وماخذ من درويش وعنده هاي الثنائية الحادة متحكمة بفكرة، لكن ما أستطيع أن أقطع وصار قصيدة بهالطريقة. يعني المدى تفاحة، ثم قال النساء، أنت استغربت كيف جاءت النساء؟ النساء أساس التفاحة بالتفاحة. كيف تفوت عليك أنت؟ معروف. طيب إذا معروف كيف تستنكر عليه يا دكتور؟ أنا يعني تمنيت عليك حضورك بعقلك الفلسفي حقيقة. أنت أغنيتنا، بس اسمح لي جملة واحدة، أنت أغنيتنا بمداخلاتك الفلسفية، والله بدون مجاملة استفدت أنا شخصيا من كل ملاحظة قلت أنت، لكن اسمح لي اليوم أنا مصدوم تماما، وقراءة الشعر بها الطريقة يعني مثل يقلب شخصك ولا بكونك شاعرا. يعني ما يجوز أن نقطع القصيدة من شعر ونقول ما هذا وما هذا، بس تسمح لي. وين الدائرة التأويلية إذن؟ وين هذا أدافع؟ تسمح لي بس أدافع. أرجو أن متزعل، يعني أنت عودتنا على الجرأة. لا لا لا، على العكس، على العكس تماماً. أنا والمحبة موجودة، لكن أنا مختلف معك تماماً اليوم. يجوز الدكتور حاتم، يجوز النصوص وصلت متأخرة جداً. لا 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 دكتور. لا هو قاريها جيداً بالعكس. أنا 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 أعي تماماً ما أقول، حتى يعني في إله قصيدة اللي هي إذا طلعت عليها فصل شجرة الجل نار وبعمل فيها هوامش بتروح على الجزء الثاني بيوضح لك الهوامش اللي هي بيلعب على ثنائية المتن والهامش. أنا قلت هذا الرجل يلعب باللغة، وحينما قرأت هذا الرجل أنا قرأته قراءة صادمة. يعني حينما تكون أنت في غابة من المجاز هذا يعني أنك في مستوى غموض عالي جدا. فلسفة عبد الودود قائمة على شوف على معجم اللغوي اللي هو النار والماء والطين وما يدور حولهما من حقل دلالي، البرق، الغيم، البحر، الموج، الزبد. هو سأقول أمر، يعني هو استخدم هذه اللغة، وأنا يعني أسميها يمكن اللغة، هذه اللغة العمياء، يعني تحت، لأن هذا الرجل نفذ إلى المحظور، وكنت أتناقش بهذا الأمر أنا ودكتورة دورين، نفذ إلى المحرم. في فرق ما بين المحظور والمحرم، المحظور اجتماعي، المحرم ديني. لذلك تستعصي لغته على أي إنسان، وبحاجة إلى قراءة. أنا ما حينما قلت هذه اللغة عصية على الفهم وتحتاج إلى حفر وتنطوي على تناقضات، وأنا أثرت أسئلة وعمداً أثرت هذه الأسئلة وعمداً أردت أن أستفز المتلقي ليساعدنا على الأقل في فهم عبد الودود والولوج إلى 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 أعماق الشعرية. فهو لعب على ثنائية المحظور والمحرم. المحظور اجتماعي اللي بنسميه المسكوت عنه، أما المحرم ديني. المحرم يعني هو رافض أصلاً، الرافض لل، يعني أريد أن أعرر الرجل، أنا إذا أعرر الرجل سأظلمه عند الناس.
هو الرافض لما هو ديني، الرافض لما هو ديني، ويقولها يعني يقولها بالحرف. إذا أردت أن تنفذ إلى بنية المجاز يلعب على المحرم بذكاء، لكن أنت بدك تقشر، تقعد تقشر بالنص حتى تصل إلى هذا الأمر. ولذلك هذه الثلاثية، ثلاثية النار والماء والطين، هي ثلاثية نفذ منها ليرى هذه يعني ليرى المعاناة والجوع، يعني وكأنه يريد أن يقول أن الإله غائب. لكن لاحظوا في فصل شجرة أنا جليت وأنا أقرأ في هذه القصيدة، يقول يعني اسمح لي، يقول إننا ننتمي ربما للذي ليس يشبهنا، يعني لا انتماء ديني ولا انتماء وطني، نشبه الماء حينا، شوفوا يا بده ينتمي، ويشبهنا البحر حينا، وقد نتمادى إلى اللانهاية، نخلي البحر من الموج، نخلي المياه من المياه، يعني بنوقف الحياة، نبقى على شبه واحد، ليس نشبه هذا ولا ذا. لا، هون أنا بتجلى مع عبد الودود صحيح، لكن أنا تحدثت عن بعض القصائد. نقطة ثانية أيضا، إذا بتروح أنت على نصوص إله أوجز دكتور، لا ضروري، أنت الآن في القراءة، سأقول لك أمر، لا دكتور عاطف، أنت الآن بقراءتك يعني أنت رديت على قراءتك الأولى، يعني الآن لا فككت الآن يعني بديت قراءة، يعني بديت تتصل الكلام بهذه القراءة. لاحظ في الطرس الثالث، دم الموميا عبد الودود يقدم قصة، لا يقدم نثرا، يعني يكتب قصة لكن بلغة سريالية عالية، وفيها شبكة من الرموز، يعني فيها زي ما قلت لك غابة، يعني المبنى المجازي عنده عالي، هي قصة قولا واحدا. اقرأها دم الموميا على مستوى الضمائر، التوجيه، السرد، النص الآخر اللي قبله كمان أيضا اللي هو عذراء الأبينوس، قصة لكن بلغة مختلفة بتقنيات مختلفة. يعني ولذلك قلت يبدو أن عبد الودود يمارس اللعب على الشكل وعلى اللغة، على الشكل وعلى اللغة. لكن الناقد حينما يواجه نص بصير إيش بيسموها، بصير فجوة، بصير انسداد، يعني بصير التوقع عندك واقف. أنت لما بتكون في، وهذه عنده نصوص، عنده ثلاث أو أربع نصوص كانت مسدودة تماما، يعني ما بعطيك مفتاح. أوكي أنت ممكن تحس بالنص الأدبي كله، يعني النص الأدبي كله بعطيك أنه تيه وضياع وأسئلة بلا أجوبة ونسأل من لا يجاوبنا إلى آخره، بعطيك هذا الأمر. لكن أنت إذا بدك تحلل، يعني تقعد تفكك، تمارس التفكيك، ستكتشف أنه يلعب على المتناقضات، يعني من قلب هذه المتناقضات. وهو يبدو لي أنه عبد الودود خايف، يعني خايف، اللي بلجأ لهذا الغموض خايف، هو خايف أن يواجه المحرم. أوكي يكتب عن المحظور، لكن المحرم لا يستطيع أن يواجهه بلغة شفافة، لا يستطيع، وبالتالي أوقعنا معه في الشرك. أنا فاهمه وشكرا. ما بدي أستاذ يعني دكتور عقب يضربني، لا 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 لا، شكرا جزيلا دكتور عاطف. ما هو عبد الودود سيف، هو مختلف بكل شيء بتجربته. عاطف انت اذا فهمت الآن شكواك، لو تشتكي عليه تقول يحكي على الدين والمحرم ما يقبلون شرك. يا رجل أنا فهمت رجل. أنت فهمت، أنت قلت أولا لا يفهم، الآن أنت رحت إلى لبط روحته. ما هو أنا لو مارست وصل للعمر دكتور حاكم، لو اشتغلت أنا على ثنائية المحرم، إحنا أصدرنا حكم بالإعدام على الرجل. ما لك دكتور حاكم تفاهم، يعني لعبة المحظور والمحرم، واشتغل على المحرم بقوة. يعني الشاعر له عنده أدوات النقد الكثيرة التي يتخلص فيها من هذا المجاز الكبير جدا، بحر كبير. شكرا لك دكتور عاطف. اسمحوا لي ياسر خطية النت يخرج ويدخل. ياسر تفضل. ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأعزاء الأعزاء الكرام، شكرا جزيلا، شكرا لهذه الفرصة الجميلة جمعتنا بأستاذنا الدكتور حاتم الصقر والأساتذة الكرام. أعتذر دكتور لأن الإنترنت عندي يعني يتوقف ويتفاعل في بسبب ضعف الشبكة.
سأختصر كثيرا. أنا لم أطلع على تجربة الشاعر كاملة حتى أصدر حكما كما هو واضح يعني حتى أعطي وصفا اصطلاحيا أو دقيقا قبل دراسة القصيدة دراسة نصية معمقة، لكن من خلال الاطلاع على ما كتبه الدكتور حاتم الصقر ومن خلال كتابتي للقصائد التي درسها في الورقات المقدمة اليوم أشرت بعض القضايا المهمة التي تستحق الدراسة بشكل يعني مختصر، يعني كما هو واضح في القصيدة يعني التي قرأها الأساتذة في القصيدة الأولى، يعني الواضح هناك من المقدمة يعني تثير قضية التعالق النصي، وشيخنا شيخ الدراسات النصية دكتور حاتم الصقر موجود، تثير قضية التعالق النصي إلا أنها يعني تخطط لنفسها طريقة خاصة يمكن أن نقول بأن هذه تقع في دائرة مركزها الذات يعني ومحيطها الواقع، يعني كأن الشاعر يريد أن يدفعه هذا التأسيس إلى وعي بهذا الواقع ومن خلاله يطلع على هذه النافذة. قصيدة أعود إلى التعالق، هناك تعالق مع في قصيدة مع معلقة الأعشى ود حريرة أن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. في مقدمة النص الشاعر يقول لا ريث ولا عجل، وهذا التعالق الذي وجدته، وكأن الشاعر هناك رغبة في الإيحاء إلى هذه القصيدة بحالة من التماهي بين المعاصر والقديم، يعني هو في هذه الثنائية يعيش أو يتفاعل. وأنا يعني أضع هذه النقطة، هناك أرث مشترك بين الشاعر يعني بين الاثنين، بين الأصالة التي تستوجب الانفتاح على المعاصرة وبين القديم الذي يستلهمه الشاعر ويضعه في نصه. وحتى الضمائر في هذه القصائد يعني التي كتبها الشاعر يعود فيها إلى الشاعر نفسه يعني طرفه المعاصر، يعني فتصير مثلا كلمة هوايا هواه يعني هوى الوطن الذي يتعلق به، يعني يصير ذا دلالة معاصرة بالوطن على الرغم من الشعور بالنفي به، يعني هو يعيش في الوطن لكن منفي عنه، هذه الثنائية. أنا برأيي أن حضور هذه المعلقة لا ومن خلال هذا الشطر من البيت لا ريث ولا عجل أعطى يعني مهمة فنية أخرى للشاعر، يعني برأيي هذا كيف أعطى مهمة فنية؟ نكتشف من خلال مقارنة ضمنية بين الأسباب التي أدت إلى هذا النفي عند الشاعر عبد الودود وبين الشاعر الأعشى، يعني أدت إلى نفي بين الاثنين، بين الشاعر في المعلقة والشاعر نفسه المعاصر. أدى ذلك برأيي يعني هذا من خلال هذا المطلع إلى تضمين هذا الموروث في قصيدته، يعني أدى ذلك إلى حالة من التماهي بين شخصيته والتماهي مع الشخصية الأخرى. كذلك لاحظ أستاذ الكريم هناك قضية أن الشاعر في حتى أن الدكتور عاطف يمكن أن ينتبه إلى هذه القضية ويستفيد منها إذا في تحليلاته إحنا نتعلم منه، لكن هي بعض الملامح التي أشرتها. قصيدته تقوم على الضربات الإيقاعية، لو تلاحظ أن الشاعر يعني وأنا أتفق مع الدكتور أن الشاعر يشظي نصه، يعني كأنما هذه القصيدة مجموعة من الشظايا تصيب هذه الأسطر الشعرية، التفعيلة في بداية القصيدة تفرض نفسها يعني على بعض المقاطع، وثم يستجرب الشاعر هذا النموذج يعني يتخلى عنه عن نظام التفعيلة إلى وتصيب هذه الشظايا هذا النظام المتسلسل ويخرج إلى النثر يعني النثرية. هناك قضية مهمة في هذه القصيدة لاحظتها من خلال اطلاعي وكتبتها وأنا والأستاذ الدكتور قرأها، هناك محاولة إخفاء قوافيها في سياق داخلي ذكي، وهي طريقة كثيرا ما يلجأ إليها الشعراء لإخفاء بروز الوزن التفعيلي وقوافيه الناتئة إلى درجة عن النص الأول مو النص الأول النص الأول نعم دكتور. نعم نعم أول. لو تلاحظ دكتور أنه بدأوا على الوافر وفي نفس المعلقة الذي ذكرته انتقل إلى البسيط وهو نفس وزن القصيدة المعلقة، وثم أحيانا قبل نهاية السطر في سياق الوزن بعد أن ينتهي من القصيدة يحقق هذا الإخفاء من خلال النثرية، يعني هذا الذي هو بس تصويب هو يعني كسر وزن الوافر الكامل نعم دكتور بدأ بالكامل ثم كسره بالوافر في أول السطر متعمدا كما يبدو حتى هو يمزج أحيانا حتى بين التفعيل والنثر
نعم دكتور، حتى عندما أخر في السطر الثالث هناك تأخير للمبتدأ والخبر، يعني تلعب في شبه جمع، يعني حتى أنه قلب مفاعلة إلى مستفعل لو تلاحظ دكتور القصيد، حتى أنه في ذلك يحاول أن يطمس ملامح وزن الوافر أو يمزج بين البحرين، إلى إضافة إلى خاصية الإضمار التي يستعملها الشاعر، وهي حيلة برأيي، لأن الشاعر على وعي في هذا، يعني قضية يكتب بها، يعني في بقية حتى المقاطع يلجأ إلى هذه الحيلة ويحاول طمسها وإضمارها في قصيدة، لكن لا أعلم هل يتخلل ذلك في قصائده الأخرى التي كتبها على النثر. دكتور، هنا قصائد أخرى للشعراء العراقيين تشير إلى هذه قضية الخطيئة، يعني وقصائد الفاكهة وقصة كيف الوقوع في هذه الخطيئة فتحاول دكتورنا العزيز أن تطلع عليها وتلاحظ أن هذه الظاهرة عند الشعراء أغلبهم، يعني الذين حاولوا أن يستدعوا هذه أوجز يا ياسر أوجز يا ياسر. نعم دكتور، شكرا جزيلا دكتور، هذا ما يعني أشرت عليه وبصورة سريعة وعاجلة، وشكرا جزيلا لكم واعتذر للإطالة. لا عادي، أهلا، شكرا جزيلا يا أستاذ ياسر، شكرا جزيلا. أنا الآن أستاذ حكمة، إذا عندك أي رد على المداخلات تفضل. نعم، الحقيقة عندي يعني رد تعقيب بسيط على ما قالته الدكتورة رايدر عمري، لأن وجهت الكلام لي حول ما أوردته بشأن ملمح الطول في القصائد عند عبد الودود السيف. بشكل مختصر، الطول دائما يدل على البراعة، يعني عندما يطول الشاعر فهو شاعر بارع، وفي التراث العربي كلنا نعرف أن من عيون الشعر العربي هي المعلقات، لأنها طويلة وكانت تعلق على أثار الكعبة وما إلى ذلك. الطول هو إحصاء كمي، ولكن هذا الطول في الشعر الجاهلي أو في الشعر العصر الوسيط كما في المطولات الدينية لا علاقة له بالطول في بالتطويل في قصيدة النثر أو في قصيدة التفعيل المعاصرة. يعني قصيدة المومس العمياء أو حفار القبور للسياب لا علاقة لها بالمعلقات مثلا. فأنا لا أرى أبدا هذا النوع من النقد المدرسي، يعني أنه نحيل إلى أنه قصيدة طويلة لعبد الودود السيف لا علاقة بقصيدة طويلة في أي مكان آخر. الطول هنا في تجربة عبد الودود تحديدا له علاقة بالميزان التحديثي الذي بدأ مع مجلة شعر في ترسيخ قيم الكتابة الجديدة، استرشادا طبعا بالشعر الإنجليزي وبالشعراء الكبار، وعلى رأسهم طبعا كان تياس إليوت، لأنه كل الحقبة التمويزية هذه في الشعر في البداية كانت تقلد في الأرض الخراب. الطول أيضا هو ملمح، ليس كما فهمت الدكتور، أنا لم أقصد أنه هو يعني هو معيار، أنا قصدت وصفا، ليس معيارا للشعرية من عدمها وليس معيارا للجودة من عدمها. ولكن لماذا أظل أسأل هذا السؤال، لماذا يلجأ الشاعر إلى أن يكتب الكثير من الكلمات في قصيدة ما بينما من الممكن أن يختصر في قصيدة أخرى؟ ذكرت أيضا في تضاعيف حديثي أنه المؤثر الخارجي أو العنصر الحياتي الخارجي، لو درسنا مثلا قصائد أدونيس الطويلة، السياب، شعراء الآخرين، كما حتى البياتي عنده مطولات، إذا درسناه سنجد أن المؤثر الخارجي المعاش الحروب وما أشبه ذلك، الثورات التي تحدث بكل الأمور، يعني هذه اللي تحدث خارج الذات الشاعرة تؤثر على هذا الملمح فيصبح هناك طول. أنا أيضا عندي كان دراسة حول قصيدة نثر في العراق، ألقيتها في إحدى المرابد، قارنت مقارنة ربما تعسفية بين طول الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات وبين ازدهار ظاهرة الطول في تلك 10 سنوات في الشعر العراقي. ثم لاحظت أنه بمجرد أنه صار حدث أكبر من هذا وهو حرب الخليج الثانية و يعني ما التداعيات التي حدثت كلنا نعرفها، فجأة نلاحظ كمتابعين أن القصائد اختفت، أصبحت كل القصائد قصائد مختصرة أو قصيرة أو قليلة الأبيات أو قليلة الأسطر الشعرية. هذا لا يعني أن الشاعر قد فقد يعني إمكاناته اللغوية أو
إمكاناته الحفرية في اللغة وفي الواقع، ولكن هذه تعتمد أشياء يمكن النقد يجب أن يشتغل عليه أكيد، مش فقط تحليل نصي، سنحتاج إلى تحليل تاريخي لسيرورة النص وعلاقته مع النصوص التي تجاوره أو التي تسبقه. فلهذا ملمح الطول أنا شفت عند الشاعر عبد الوهاب سيف حقيقة ملمح مثير للانتباه، وكلنا تحدثنا الآن عن الطبقات والبراعة في الشغل واللغة والإيغال في الموروث، ما هو الذي ما الذي يسمح لك بهذا؟ هو الطول. أنت لا يمكن في سبعة أو في السونيت الإنجليزي 14 بيتا تتحدث عن كل ما تحدث عنه مثلا عبد الوهاب السيف، أنت تحتاج إلى الفردوس المفقود لكي تتحدث، تحتاج إلى الكوميديا الإلهية، تحتاج إلى المنظومات الطويلة في العصر الوسيط في الشعر الميتافيزيقي الإنجليزي مثلا. ولكن عندما تريد أن تكون أيضا شاعرا عظيما وتعبر عن الخليقة والكون كله، ممكن تعبر عنها بقصيدة من ستة أبيات مثلا. هذا لا يعني أن كما ذكر أحد الأساتذة، لا يعني أن نيرودا في النشيد العظيم هذا القصيدة المطولة أنه أفضل من قصيدة صغيرة من سبعة أبيات تحكي عن الحب في زمن في 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 تشيلي في زمنه. فلهذا أنا أتصور أنه الشاعر عندما يلجأ إلى الطول إما في مراحل من حياته أو مجموعة شعراء كجيل يلجؤون إلى الطول في حقبة معينة له علاقة بالمتغيرات الخارجية. ولنا في الثلاثينيين الإنجليز أسوة نقدية نراقبها، لنا في الستينيين في جيل البيت في أمريكا كيف كانوا يكتبوا تلك المطولات، ألان جينزبرغ وغيره يكتبوا مثلا قصائد على شكل كتب، في الشعر الروسي أيضا في حقبة معينة، في الشعر العراقي كان هذا برز يعني في 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 جيل أو في جيلين، في يمكن في اليمن لا أدري إن كان، أنا سألت هذا السؤال هل هناك من واكب هذه الظاهرة مع الأستاذ الشاعر عبد الوهاب سيف أم لا؟ هذا ما أريد أن أجيب به على الدكتورة رائدة، أرجو أن أكون وافيا. ملاحظة أخيرة دكتور سعد فقط بشكل عام، أنه أنا أيضا مستغرب يعني كيف يمكن الحديث عن الشعر بهذه الطريقة، يعني وكأنه عندما بعض الناس يقروا رواية ويصوروا الروائي هو البطل. يعني أنا حضرت مرة جلسة كارثية لروائية كانت قد أصدرت رواية عن فتاة تتعرض للاغتصاب وهي طالبة، الحضور بدأوا يحكوا عليها ويتضامنون معها ويقولوا لها كيف أنت تحملتي وهذه، وهي ترجع تقول لهم ليس أن هذه البطلة، وصار الموضوع في القاعة هو أنه الروائية تقول لست أنا. يعني استخدام ضمير المتكلم في الشعر لا يعني لي حالة على الشعر بتاتا، لا يمكن الحديث بالطريقة. وأيضا اختصار الذوات الشعرية يعني اللي داخل النص إلى ضمائر، يعني هذا أيضا بصراحة من عندما تزحف هاي البلاغة العربية ومشاكلها تزحف إلى النقد الأدبي الحديث المعاصر، يصبح عندنا هذا الانشقاق، العقل النقدي يصبح منشق يفكر بطريقة لسان العرب ونحلل كلمة شعر إلى شعرة، وثم نجي نتحدث بمفاهيم نقدية حديثة ونحكي عن ما بعد الحداثة وكذا. أنا أتصور هذا وعي شقي وهذا انشطار في الذهنية العربية، ويجب أن نتخلص منه. لا يمكن أن نتحدث بالطريقة تحكي على نحكي بعد الحداثة ثم نمشي إلى القدامة أو إلى جاهلية ولا إلى النقد القديم، ليست هناك أي علاقة بين أي منظور نقدي وبين هي الحداثة وما بعد، هي قطيعة، هي حتى في التراث الغربي قطع مع عصر النهضة نفسه. كيف يمكن أن نجمع هذه الأوصال؟ يعني نعمل امتداد مريح جدا يمتد من الجاهلية إلى الآن، ما عندنا ولا قطع ولا رابتشر ولا قطيعة ولا شيء، كأنه هناك انسجام هارموني بين الشعر وبين الأفكار وبين النقد وبين الشعراء وبين، وأنا أتصور أنه تاريخ شعرنا المعاصر على الأقل الشعر الآخر أنا لا أفتي فيه كله قطائع. ما الذي يجمع الآن شاعر الآن يكتب في هذه الحقبة وبين مجلة الشعر جيل أو شعر 69 أو بيان قصيدة اليومية أو أدونيس وبيان الكتاب؟ ليس هناك أي روابط، كل قطوعات. ما الذي يجمع الآن شعراء الموجة الجديدة في مصر، الشعراء العظماء الآن الشباب
ما لا لا علاقة لهم بعبد الصبور. أنا في القاهرة سألت شباب شعراء كانوا في أمسية قالوا نسمع به، لا يقرؤون مثل عبد الصبور مثلا. يعني السياب الآن شعرانا في العراق قد يدرس في المدرسة، لكن ليست هناك علاقة، هناك قطائع. ولهذا حتى نعم أنا سأختصر، آسف دكتور سعد، فقط إحنا محتاجين الآن ليس إلى دراسة نصوص لشعراء كما عبد الوهاب حسين، محتاجين إلى نقد النقد، يعني إلى مراجعة نقودنا أو نقدنا حول الشعر. هذا ما أحب أن أقوله. شكرا. شكرا جزيلا لك، فتحت باب كبير. هذا يعني دكتور حاتم عنده الكثير من المؤلفات في هذه القضية، قضية نقد النقد. نحن بالتأكيد بحاجة، يعني هذا المجال يعني خلنا نقول فقير في هذه الدراسات، لكن يمكن التحولات كبيرة. لكن أنا يمكن ما أتفق وياك بالمطلق، ما نحن الآن في قطيع، يعني قطيعة تماما، ما يعني حتى وإن لم يقرأ السياب وغيرها، لكن الحاضنة اللغوية هي حاضنة مشتركة. كثير من المرجعيات ما ممكن، وإن لم يقرأ السياب لكن هناك عامل مشترك يجمع السياب و خلينا نقول الأعشى، مو نقول بالمطلق ممتداد، أنا أيضا معاك ممتداد متصل، لكن القطع التام أيضا أنا أشك في هذا. وإن شاء الله حوارات كثيرة بهذه القضية نعمل لها إن شاء الله جلسة. أكيد. الآن أطلب بإيجاز، سيقولون وصل هاي ذكورية، وصل الدكتورة دورين راح يقولها بإيجاز إذا عندك شيء. تفضل دكتور. نعم، في الواقع هذه الآراء تصلح أن تكون جلسة نقدية، وأنا أؤيد هذه الفكرة. هلأ بالنسبة إلى الطول والواقع، أنا لفتني هذا الأمر وهذه المطولات، وذكرتني بمطولات جوزيف حرب، مع الفرق أن مطولات جوزيف حرب يعني كان بإمكاننا أن نقبض على المعنى، أما هنا التعبير الذي أريد أن أستخدمه زوغان المعنى. المعنى زائغ على الرغم من أن الشاعر يريد أن يوصل رسالة إلينا، يعني الشاعر يعاني، عنده قلق، عنده حيرة، عنده حزن، وعلى الرغم من ذلك هذا الحزن غير ظاهر. وكما تحدث دكتور عاطف عن المجاز، الشاعر أطلق العنان للمجاز، ولكن أي نوع من المجاز؟ المجاز عنده هو العبور إلى ضفة جديدة للمعنى، هو بناء هذا المفترض أو هذا الممكن الغائب، هو في اعتماده المجاز يستبعد الصورة المكتملة ليبني الحركة بغيابها وبمفترضاتها، هذا هو المجاز عنده. أما بالنسبة إلى الإيقاع، وقد لفتني أيضاً الإيقاع، أنا شبهته بلعبة المستخبية وسأشرح لكم كيف. الإيقاع عنده تصوير نفسي، يعني الموسيقى نشعر بأنها ضربات أو هي نقرات تتوالى ربما على مقياس واحد ونوتة واحدة، وفجأة ترتد عكس مسارها، وكأن الشاعر يرسم هيك بلمسة تتكرر لتنقلب في اللحظة الأخيرة أو الضربة الأخيرة للفرشاة لتكشف العبث وخلل الدرب نحو المعنى. هذا كان واضحاً في العديد من قصائده، ومع ذلك وبذكاء بارع يواصل اللعبة، وهذه اللعبة أنا أردت أن أسميها الاستغماية، هي لعبة الاستغماية مع المعنى وحامل المعنى، أو ربما هي فاجعة غياب المعنى. لذا يمكنني القول أن هذا يعني العبث الوجودي ربما سؤال حاضر في أفق هذه النصوص الموجودة في المجموعة. وشكراً. شكرا لك دكتورة دورين. الآن الأستاذ الدكتور صفوان، إذا عندك شيء ممكن تضيفه وتعلق معي. تعليق بسيط حول مسألة اللعب باللغة، أعتقد أنه من ضمن مفاتيح قراءة النص ما بعد الحداثي فهم أن النص ما بعد الحداثي هو اللعب الحر بالدوال، فنحن هنا نكون مشغولين بالدوال وليس بالمدلولات، وهذا أيضا يتجسد خصوصا في الشعر الطليعي الذي كان بالله. تعيد الفكرة كيف النص ما بعد حداثي لو سمحت
عيد يعني اللعب بالإيش؟ بالمدلولات؟ اللعب الحر بالدوال، اللعب الحر بالدوال. أيوة. وليس بالمدلولات. هذا يجعل من النص مثل المتاهة، لذلك مجاز المتاهة متكرر كثير في الشعر ما بعد الحداثي الإنجليزي. فاللعب الحر بالدوال بحيث أنه الدال نفسه الدال اللغوي داخل النص يحيل إلى دال آخر وليس بالضرورة إلى مدلول. بس هذا قبل الحداثي مش ما بعد الحداثي نفسه، يعني الدال الحر نفسه. يعني شو الفرق بين دال الحداثي وما بعد الحداثي؟ نفس الإشي صح؟ صح ولا مش صح؟ نفسه الدال من ما عرف وبار. لا بالنسبة للحداثة، بالنسبة للحداثة من ما عرف وبار. شو الدال عند الحداثة؟ مش نفسه؟ لا يعني لا. شو الحداثة وما بعد الحداثة؟ الدال الحر دائما، الدال الحر. دكتور حتى يستقيم في دكتور عاطف، خلي يكمل فكرته دكتور عاطف. ما هو كمان بدي أفهم الفكرة. إيه يا دكتور سعد الله يوفقك. لا 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 أعطيك المجال، يعني إذا عندك يعني رد علي، بس خلي يكمل فكرته. مو الدال لا يحيل إلى مدلول كما هو المعتاد، معنا سيجنيفاير ومعنا سيجنيفايد، دال ومدلول، العلامة اللغوية بهذا الشكل. ولذلك ماذا قال رولان بارت في متعة النص، في مقاله حول متعة النص، إنه من المثير للكآبة أن يحيل النص إلى حالة معرفية، هو لا يريد الوصول إلى حالة معرفية ويريد الوصول إلى الشعور بالنشوة، الشعور بلذة النص. إذا دال آخر بذلك أحياناً لا يصبح من الضرورة أن نصل إلى معنى ولكن إلى متعة من وراء النص. وهذا أحد اتجاهات قراءة الشعر السريالي مثلاً، الشعر السريالي والشعر المستقبلي في الشعر الأوروبي. الشعر السريالي لا يقوم على أي مدلول، لا يحل إلى أي شيء غير إلى دوال حرة تسبح. وطبعا هناك خط رفيع بين الشعر والتهويم، وهنا ينبغي أن يجيد الشاعر هذا الفارق الدقيق، بحيث أنه النص يمثل لعبة لغوية، حتى أنه الحقيقة نفسها لعبة لغوية مثل ما قال فيتغنشتاين، الحقيقة لعبة لغوية. هذا ما يخص الحقيقة، فما بالنا بالنص الأدبي الذي رولان بارت كرس مسألة أنه مفهوم اللعب ومفهوم المتعة. أعتقد هذه أحد المفاتيح لفهم النص ما بعد الحداثي. وبالنسبة لوجود عناصر مثل الماء والطين والنار، هذه يمكن قراءتها ضمن نسق الأنماط البدئية. وهذا شيء واضح يعني عند أستاذ العزيز. احنا في 7 دقائق نحاول ان نختم، لان احنا وعدنا راح نختم نعم. بس احنا وعدنا بعض الاصدقاء لا تتجاوز ساعتين، وتجاوزنا حوالي الان 2:45. خلاص فقط كنت اريد ان نسيت فقط ان اقول شيء قاله الدكتور عبد العزيز المقالح حول دور عبد الودود سيف في كتابه، في كتاب المقالح الشعر بين الرؤية والتشكيل الصادر في 1981، يذكر بالحرف أنه عبد الودود سيف وضع الأسس الأولى لملامح النقد الحديث في اليمن. هذا ما قاله الدكتور المقالح في 1981، أي في وقت مبكر. وطبعاً احنا أخذنا الكلام حول الشعر عبد الودود سيف ولم نتكلم حول منجزه النقدي، وعفوا على الإطالة. شكرا جزيلا دكتور صفان. انا راح اكسر القاعده مالتك مال 40 ثانيه، ما في مال 40 ثانيه. خذ راحتك. يعني في ختام هذه الجلسه صراحه يعني نقول بان شاعر مثل عبد الودود سيف لا يمكن أن نوفي لهذه التجربة شاعرا فقط، مقول ناقدا وجهدا في الصحافة في هذه الجلسة البسيطة، خاصة وإحنا أجمعنا
كنا على أن نص صعب المران، يحتاج لمتلقي بمرجعيات ثقافية بأدوات يتماهى مع النص. ما ممكن أن نأتي بمتلقي بسيط يتتبع المعنى، يتهجى المعنى برصف المفردات، وإنما يحتاج أن يحفر عميقاً، مثل ما نستشهد بقول دكتور عاطف، يحفر أعمق حتى يصل إلى هذا المعنى. من هذه المنصة يعني، وبالنيابة عنكم وجه، وهو يسمعنا الآن يتابعنا، للشاعر المبدع عبد الودود سيف، نتوجه له بالشكر لأنه جمعنا. نتمنى له دوام التألق والإبداع والصحة والسلامة له ولمحيطه، اليمن شعبا وأناسا. الآن أترك لكم المجال، إذا أحد خيار، ليس شرطا الجميع حتى لا نأخذ، إذا أحد عند كلمة عنت في ذهنه تحية، من ما يحتاج ال، إذا كان الدكتور حاتم الشماع يتابعنا والأستاذة الدكتورة دريا فرحات. ايوه دقيقه لي، تسمح لي يا دكتور سعد، دكتور عاطف، وبعدين حاتم ايضا لازم نسمع، بعدك 59 ثانيه فقط. يلا اوكي، بس انا بدي اتحدث عن الدال. انا اللي بعرفه وما بعرف هون يعني دكتور حاتم شو راح يقول كمان. انا بعرف انه الدال اللغوي اذا انسجم في نص روائي او قصصي او شعري حتماً سيتحول إلى دال ثقافي ومعرفي وتاريخي. ولذلك أي دال لغوي لا يأخذ معناه إلا حينما يندمج بأفق نصي بنظام نحوي ونظام بلاغي، ثم يتحول إلى دال ثقافي أو معرفي أو تاريخي أو جنسي أو ديني، أياً كان يتحول. هنا يصبح العمل الأدبي خطاب. أنا هذا ما أفهمه ما بعد الحداثة. ويتحول أيضا إلى دال بيئي، يعني حينما ينتقل من حيزه اللغوي إلى حيزه الأدبي فيتحول إلى دال ثقافي أو دال معرفي أو تاريخي، بصير العمل الأدبي خطاب، وبتصير عندك عملية انفصام دلالي، يعني ممكن يدخل بتضاد مع دوال أخرى، فبصير عندك حوار بين المتناقضات، وهذا يعرف يعني نقديا بالانفصام الدلالي. ليش؟ لأنه في دلالة قارة بالعرف الاجتماعي، لكن لما بيخرج للحيز الفني بصير عندك حوار بين هالمتناقضات. هذا الحوار اللي بين المتناقضات داخل النص، يعني بمعنى آخر مهما تطورت النظريات النقدية لازلنا نبحث في سلوك اللغة. أقول سلوك اللغة يعني كيف بتشتغل بعد ثانيتين، كيف بتشتغل اللغة داخل النص. خلصت. أما أقول ولد أقول دال حر بلا مدلول، خلصت الثانيتين، شكرا جزيلا. أذهب الدكتور حاتم، دكتور حاتم الشماع. نعم دكتور حاتم الشماع، أنت عندي يا دكتور عندي مشاكل قصيرة يعني جدا. استمتعت بالسماع لكم الآن دكتور حاتم، لكني للأسف لم أطلع على أي كتابات لي الشاعر الكبير عبد الودود. أنا اهتميت بالجانب الروائي كثيرا ولم أذهب إلى الشعر، خاصة شعر عبد الودود وبعض الشعراء اليمنيين. هناك شعراء كالمقالح والبردوني، أولئك الأشخاص يعني عرجت عليهم، لكن بالأخص عبد الودود سيف لم أقرأ له. لكن بعد سماعكم ومحاوراتكم إن شاء الله سيكون له يعني نخصص له مادة. وهذه من فوائد الندوات أنها أيضا تثير شهية الباحثين للغوص في هذا العالم. دكتور حاتم الصقر تفضل. نعم عندي رسالتان، الأولى للعزيز عبد الودود سيف، وأقول له أمضي في مشروعك الإحياء هذا لشعرك الأول حتى يكون ماثلا للقراءة، يعني من حق القراء عليه أن يروا تراثه. هو مقل، يعني ديوان الأول متداول ولكن انقطع وهو يكتب، أنا أعرف جيدا أنه هو مستمر في الكتابة، يذكرني بمحمود البريكان على سبيل المثال في العراق. فلا بد من إيقاظه بهذه الطريقة، وأنا أحيي الأخ الشيباني لأنه
قدر ياخذ منه ديوانه نورس، وان شاء الله قريبا نراه. الرساله الثانيه للدكتور عاطف، يعني انا احييه على تعقبه للدال الشعري، لكن فقط ملاحظتي انه اللغه اللي الدال اللغوي اللي يتحدث عنه ليس الدال اللغوي الشعري، ليس دال لغه الشعر. في لغه الشعر نعم انا مع الدكتور صفوان، دال حر ولا يحيل الى مدلول ولا يشير ابدا، لانه يمثل نفسه في انزياحات، ما يقول الشيء كما يقول. الدال موجود ثم ما بصير يكون اسمه دال. دكتور يعني ما بصير تقول بس خلي يكمل دكتور، خلي يكمل بس خلي يكمل. بالمناسبة الدوال هي نتيجة قراءة جمالية، هذه مش فنية. الشاعر ما يسوي دوال، هو شعري بالدوال، هو يشتغل على مادة لغة يحولها يتمثلها ويحولها صوريا وخياليا وإيقاعيا وتركيبيا وخطيا أيضا بالهيئة. هذا الرجل أمامكم حكمة الحاج، كتب ديوان من أجمل الدواوين اللي صدرت بالعراق، جوائز السنة الكبيسة، كتبه بخطه، فكانت نتيجة الخط نفسه. أنا محتفظ به الآن وياي في اليمن والآن في أمريكا، موجود هناك. يعني الخط نفسه ذكرني ببنيس والدعوة إلى كتاب الخط المغرب. يعني داخل النص الشعري كل شيء يتحول إلى شيء، الكوليغراف تغير. الدال اليوم لا يشير إلى مدلوله، لأن لو موجود مدلول واحد الناس ما تتعب وتسوي الشعر. أنا مثل دول اللي حفظوا النكات قاموا ما يتكلمونها، يقول له نكتة رقم 20 يضحكون لأن ربوها. أنا ما أريد هذا دكتور. الدوال حرة لكن تأخذ أشكال انزياحية، صورة بالإيقاع بالبياض بالورقة بالتكرار اللي يصير. هذا أنا اللي أعتقده، يعني كلامك جدا منطقي في مجال اللغة خارج النص الشعري. المشير أو الدال اللغوي خارج الشعر يقول له أين مدلولك، أين مدلولك وأين تتجه وإلى من وكيف. لكن داخل اللغة الشعرية نحن الذين نكتشف الدوال، وعلينا أيضا نتعقب ظهورها واختفائها. من هنا يظهر يبدو الكلام عن النسخ وإلى آخر ذلك. وآسف جدا وأشكركم مرة ثانية دكتور حميد على المبادرة. شكرا جزيلا الدكتور سعد على فكرة. إحنا بدنا نسرع علشان راحتك، زميلات وزملاء جميعا على هذا الإخلاص للمادة المقروءة. دكتور أحمد، العرفان في زمن هذا، العرفان في زمن يكثر فيه الجحود حقيقة، لذلك أنا مسرور وسعيد بكل ما سمعت ورأيت. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور حبيبنا. دكتور حماد الفلاحي 61 ثانية لو سمحت، وبدنا نخلصك هاي ثواني 3 ساعات. هاي الواحد 60 الثانية اللي أخذها مني لما أعطاني 59. أدري إحنا ملغينا هذه مال 40 ثانية. على كل الدكتور سعد هو حميد جاي على الأردن وراح أستضيفه، راح أوريك ما إن شاء شغوه. الله يا رب هيك إن شاء الله إن شاء الله إذا سهل الله وجينا على رب الله إن شاء الله. دكتور أحمد الفلاحي 61 ثانية إلا ربع. تفضل دكتور. تحياتي للجميع وتحية كبيرة للأستاذ عبد الودود السيف، ونأمل دائما أن الكتاب اليمنيين أن يحدو حد عبد الوديد سيف، لكن أن ينطلقوا بعيدا عن انزياحه جانبا. عبد الوديد سيف في فترة من الفترات اختفى كثيرا، اختفى بفعل ليس قصدي لكن بفعل ذاتي، ونرغب بالجميع أن يتطلع لإحياء عبد الوديد سيف في كل المحافل الثقافية اليمنية، فهو يستحق بجدارة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا كانت الأستاذة الدكتورة دريا فرحات عندها ما تقوله فأهلا وسهلا فيك دكتورة دريا. أنت تتابعين؟ يا سعد الله. نعم أي مساء الخير جميعا. ويعني أنا استمتعت بهذه الأمسية، استمتعت لأني هذه المرة لن لست أدير الندوة أو أشارك، استمتعت بالحديث. المهم في هذا الأمر يعني جميل أننا تعرفنا إلى يمكن شعراء لم غير معروفين يعني على مستوى العالم. يعني أنا يعني للأسف هذه نسميها يعني كل شيء له علاقة بالميديا والدعاية الإعلامية، أحيانا يظهر شاعر ويكون له هذا الصيت الكبير والمعرفة الكبيرة بالوطن العربي، وهناك أيضا أصوات تبقى غير معروفة. فهذا جميل من خلال هذه الندوات أننا يعني لدينا أصبح اسم جديد
نتشجع لكي نقرأ شعره وقصصه، كمان مثل ذكر الأستاذ حاتم أن لدي مجموعات قصصية، وهذا أمر يعني يدفعنا إلى أن نتعرف أكثر إلى هؤلاء الشعراء، وجميل أننا في هذه الندوات نأخذ هذه المعرفة. شكرا لكم على هذه الأمسية. شكرا جزيلا أستاذتي العزيزة. دكتورة ضياء علي، إذا كان لديك عندك إضافة، عندك ملاحظة، عندك كلمة، دكتورة ضياء علي ودائما هي تتابعنا بشوق واحترام وتقدير. دكتورة ضياء، إذا كنت تسمعينا ويمكنك المداخلة فالآن. يبدو أن الدكتورة ضياء لا تسمعنا. دكتورة دورين، دكتورة دورين، إذا كنت معنا 29 ثانية. الصوت راحت عليك 10 ثواني. خلصت الثواني، خلصت. لا، كنت عم ضب اغراضي. انا كنت بمحاضره، عطي محاضره 4 ساعات، فانا سعيده بكم للغايه يعني هلا النفس الاخير. وشكرا لكل هذه الاراء النقديه التي طرحت، وقد طرحنا العديد من الاشكاليات، وانا احب ان نتحدث عنها في ندوات لاحقه. إن شاء الله. طاب مساءكم جميعا. ميرسي بوكو. أستاذ حكمة الحاج، 27 ثانية. نعم، شكرا على 27. أنا أشكرك طبعا شمس المنتديات حميد عقبي الذي يتحفنا بندوات شائقة وجميلة. شكرا للشاعر عبد الوجود السيف الذي كان محور نقاشنا، وأيضا اسمح لي أن أقدم شيء شخصي لأستاذي الكبير الأستاذ حاتم الصقر، دكتور حاتم معلمنا الأول والذي علمنا سحر النقد، وأيضا هو الشخص الذي أدخل تلقي وكنا في بداية الثمانينات يعني إلى ثقافتنا العراقية، وله فضل شخصي علي لأنه قد ساعدني بأن وفي عمر مبكر أن أكون في الجلسة النقدية في مهرجان مربد وما أدراك ما كان. فكل هذا أنا عاجز عن شكر أستاذي الكبير، وأنا أقرأ له وما زلت أتعلم منه، وحضوره اليوم بيننا كان حضورا ساطعا. شكرا أيضا لكل الزملاء والزميلات الذين شاركوا في الحوار، وفعلا كانت جلسة جميلة، ونشكرك مرة أخرى، وتحياتنا إلى عبد الوجود السيف. شكرا جزيلا. دكتور سعد، وبعد ذلك مسك الختام يكون معنا الدكتور حاتم. مسك الختام دكتور سعد، ما بدي أقول لك كم ثواني، أنت وضميرك. أنا ليس لدي ما أقوله سوى الشكر الجزيل لجميع من شارك حضوراً وبورقات نقدية وبآراء. الشكر أولاً لك أستاذ حميد على هذه المبادرة، الشكر لشاعرنا المبدع عبد الودود السيف الذي جمعنا في هذه الأمسية لثلاث ساعات. أتمنى أن يكون هذا المنتدى يخصص الوقت الأكبر للإبداع اليمني، حتى يكون نافذة للإبداع اليمني على العالم العربي أجمع. شكرا لكم، سعدت بك. شكرا جزيلا عميزة. استاذ العزيز، واحنا موعدنا ان شاء الله في نوفمبر مع الاستاذ العزيز اكيد، دكتور احمد الفلاحي، وبعد ذلك مقدم الشاعر حميد عقبي لسه ما تم تقديمه على المنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح، فبعد الدكتور احمد الفلاحي بعد الماء ياتي التيمم، بعد الماء ياتي التراب. الان اذهب الى استاذ العزيز مسك الختام. دكتور حاتم، مسك الختام ولك كل الوقت. لا يوجد شيء، بس حقيقة تحيتنا لعبد الودود هي تحية رمزية، هي تحية لكل أصوات الشعرية اليمنية في السبعينيات اللي مثلوا مفصل في التحول، يعني للرازحي وللربيع عبد اللطيف الربيع الله يرحمه، ولشوقي شفيق أطال الله في عمره، ولي شوقي شائف، والجيل هذا اللي يمثل التحول، لأن استقرت كتابة قصيدة النثر والخروج من دائرة الموضوعات هي إلى البحث عن أشكال. وأعتقد هذه جزء من رسالة المنتدى
العربي الأوروبي، تعريف المنتدى بهذه الأصوات اللي إذا لم يلقى عليها الضوء اليوم يعني تذهب هكذا هباء، ومنجزاته موافرة، ومثل يعني طال الحديث عن القصيدة حتى وين اختلفنا، يعني مداخلة الدكتور عاطف التعارضية أو مداخلتنا التي مع الملفوظ اللي قرينا، هاي كلها الحقيقة هي إضافة وتقدير للشعر ذاته، للقصيدة أنا أفضل أسميها القصيدة ذاتها، الشعر أب كبير والقصيدة ابنة نافرة منه يعني. فهذا بالحقيقة منجز يحسب لك دكتور حميد وللمنتدى وللزملاء والزميلات اللي قدموا الأوراق، فشكرا جزيلا لهم ولك والدكتور شكراً سعد. جزيلاً على شكرا جزيلا أستاذ العزيز، شكرا لكل الأعزاء. وللعلم أنا قعدت سنة ونص وأنا يعني أطالب الأستاذ عبد الوجود السيف، وكلما أرسل له وكلما أتصل عليه يقول لي أنتم من جيل الأنترنت وإحنا من جيل. هو هناك شيء بروتوكولي دكتور حميد كان المفروض كان لازم يقرأ، تقرأ بعض نصوص الشاعر إن لم يكن هو يعني بنفسه يقرأ، تعطي يعني للجلسة شوية حيوية، وكنت انتظر إن شاء الله يعني إحنا ممكن نعقد جلسة أخرى يعني، هذا لا يمنع يعني مع بداية العام القادم إن شاء الله ربما نأخذ يعني كبروتوكول يعني لطيفة. شكرا صحيح جزيلا. معك حق يا دكتور، وإحنا بس فقط يعني فقط للعلم حتى نستطيع أن ننسق لهذه الجلسة، وحتى هو يقتنع ويرسل لي ملف يعني ظليت أنا أكثر من 20-30 اتصال حتى يعني أحظى أو حتى نحظى بموافقته، لأنه يعني لو كان مثلا بغير موافقته أو بغير علمه كنا إحنا اخترنا النصوص هذه، ولكن هو اختار هذه النصوص. على العموم إن شاء الله إحنا معنا إن شاء الله ننفتح إن شاء الله مع بداية العام القادم على أفق آخر بوجودكم، لأنكم أنتم تعطون هذا المنتدى الألق والتدفق والنور والنورانية. إحنا إن شاء الله معنا الأسبوع القادم فقط الثلاثاء القادم مع الفنانة المصرية زينب أبو طالب، وهي طبيبة تعمل 12 ساعة وأحيانا 15 ساعة وأحيانا 20 ساعة، ولكنها تحب الغناء اليمني، لذلك نحب أن نكرمها ونسمعها ونسمع صوتها. أما بالنسبة إلى دكتور إن شاء الله بالنسبة للرفض والتمرد في شارع المقالح اللي كان مقرر 14 أكتوبر بسبب وجود ملتقى القصة القصيرة في رام الله، واللي إحنا نأمل إن شاء الله أن نشارك فيه جميعا، ربنا يعطينا الصحة هيك والأمور إن شاء الله تصير بخير، فلذلك إن شاء الله نحوله إلى بداية شهر نوفمبر. تحية ومحبة، وكذلك معنا في شهر نوفمبر إن شاء الله دكتور أحمد الفلاحي الشاعر، دكتور أحمد الفلاحي والشاعر حميد عقبي أيضا بيكون معكم كشاعر ومحكوم عليه بالتسوق هذا المنصة. تحية ومحبة، شكرا جزيلا أستاذي الدكتور سعد التميم مرة أخرى على هذه الإدارة الراقية، جاوزنا 3 ساعات محبة وتقدير. كان معكم حميد عقبي المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، ليلتكم سعيدة ومحبة والسلام. Merci beaucoup.